مرحبا السي حميد. مرحبا يا سيدي. نهارك داسي مصطفى. الله يبارك فيك السي حميد، مرحبا بك. نهار كبير هذا، الله يحبيك الخير. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك سيدي. الله يبارك فيك السي مصطفى، انا من المتتبعين ديال البرنامج. بارك الله فيك. هذه شيء. الله يبارك فيك، شكرا، كنشكرك على هذا البرنامج هذا. مرحبا اخويا حميد. ما هو للفرج، ما هو للفرج، وانما للعبره. مرحبا اخويا للعبره. كنشكرك، كنشكرك السي مصطفى. مرحبا اخويا. كنشكرك. الله يبارك فيك. تفضل السيدي. انا السي مصطفى. السي حميد دابا العمر ديالك شحال هو؟ العمر ديالي دابا 50 سنة. 50 عام السي حميد. دوزتي منها 30 عام ديال الزواج. 30 عام ديال الزواج. تزوج في 95. تبارك الله، يعني واحد 29، نقول ما بين 29 عام سنة. تقريبا واحد الواحد وهاد 21 عام في حياتك قبل الزواج. نعم. شنو كنتي كدير؟ كيفاش نعم. كنتي عايش الحياه كتجوجه هذه؟ انا الطفوله ديالي دوزتها في الباديه. ايه الطفوله ديالي دوزتها في الباديه، نظر كبيره، كاينين الناس كبار راك عارف المنطقه الجنوبيه. اها. كيكونوا عائلات مجموعين. العائله كبيره. 18 عائله كبيره، انا كنت كنكونوا تقريبا من شي 35 واحد ولا 40 واحد. عايشين في خيمه واحده، دار واحده. عايشين في دار واحده. اييه. عمامي ولاد عمامي وجدي، والمهم عائله كبيره. اييه. 18 سنه طاح لي الهول، كيجيو الناس مسافرين، حنا ما كنا دار كبيره، كاين كلشي كاين الخير، ما كيبغوش يخليونا والدينا نسافروا، يعني داكشي اللي غادي تمشي تخدم راه كاين هنا. اييه. صدقت انا هربت للوالد. هربت له، طلعت لطنجة. اييه. طلعت لطنجة، خدمت في طنجة، خدمت في طنجة 91. وخدمت 92. ومشيتي في بلادي وفي البلاد في البلاد. واش مشيتي بشي حرفة ولا مشيتي مثلا كتعرف شي حاجة؟ لا ما مشيت بتا حرفة، ما مشيت بتا حرفة. مستوى الدراسة قريت نجحت للدوزيام اني. اييه. نجحت للدوزيام اني وانا نحبس من الدراسة بحكم المدرسة بعيدة علينا، بحكم خصك تمشي دير ترانسبور ولا تمشي تكري في ديك البلاصة اللي غادي تقرا فيها في الفيلاج. اييه. انقطعت على الدراسة الابتدائي، راه كاين في المنطقة. اييه. ولكن الاعدادي كاين خارج المنطقه، بيننا وبين الاعدادي شي 40 كيلومتر 35. اييه. بيننا وبين الاعدادي. اييه. انقطعت على الدراسه بسنتين او ثلاث سنوات. صافي مشيت، هي فين طلعت لطنجه. واخا. طلعت لطنجه، بقيت خدام في طنجه 91، خدمت فيها 6 شهور عاود ترجعت. اش كنتي نعم. كدير؟ كنت خدام في البني. انا كنت، انا بحكم كنت في الدار، كان الوالد ديالي كيدير كزاف. كنت ندير المهنه ديال تا كزاف، كنت ندير المهنه ديال تا كزاف، كنت مع الوالد ديالي كان كزاف، كنخدم معاه تا كزاف، وكان كيتاجر في البهايم، كيشري ويبيع في البقري. هذه هي اللي تعلمت مع الوالد. ولكن منين طلعت لطنجه بحكم العمل اللي كنا في الباديه، الناس الباديه كيكونوا كيخدموا. اييه. الناس الباديه كيكونوا كيخدموا اي حاجه يخدم فيها. اها. هي ديك باش طلعت، هي ديك باش طلعت لطنجه. خدمت طنجه 91 وخدمت 92. اها. خدمت مع واحد السيد، مع واحد المسيحي في طنجه. اه. 92 جابني للرباط، قال لي واش تمشي معايا للرباط. انا كنت خدام معاه في تابنيت في طنجه. خدمت معاه. قال لي واش تمشي معايا للرباط؟ قلت له نمشي معاك للرباط. اها. وديك الساعه وفي ديك الوقت كان كيخلصني ب 3000 درهم في الشهر. اه. في 92 91 كان كيخلصني ب 3000 درهم في الشهر. اها. ومنين جيت معاه للرباط في البدايه ديال قول في الاخر ديال 92. اها.
جيت معاه للرباط، صدق ديك الخلطه اللي كان كيعطيني ديال 3000 درهم وليت كناخذ عنده 1200 درهم، اها يعني اللي كانت في السميك ديك الوقت 1200 1300 هي اللي كاينه في السميك. لان هذيك الساعه ملي جيت للرباط وليت خدام بالوراق، وليت خدام مع البروك، ولكن ماشي في الدومين ديال البني. في البني غير صلحت له شي حاجه ديال ديال الدار ديالو، ولكن ملي جيت للرباط خدمت معاه في واحد الشركه كدير هي شي لامب بور اكسبور. اييه خدمت معاه في 92 في 93 94 غنتعرف على هاد السيده اللي غادي نتزوج بها. واخا سيدي اها سيدنا وسيدك رسول الله. اييه غنتعرف على هاد السيده اللي غادي نتزوج بها. اها تلاقينا وعدتها بالزواج، صافي غادي نتزوج بك غنتزوج بك، وكتزوج في المنطقه اللي كتسكن فيها. وهذه تعرفت عليها في المدينه اللي انت خدام فيها؟ هي في المدينه اللي انا خدام فيها. وكيفاش واش هي كانت كتخدم كنت كتخدم معاك ولا شنو ظروف المعرفه ديالها باش عرفتيها؟ لا ما كانتش كتخدم معايا، ظروف المعرفه هي كنت جارهم، كنت كاري احداهم، حيت انا بحكم في هذه المدينه اللي ساكن فيها ما عنديش شي واحد من العائله، إيه. لكن بوحدي. اييه ديما كنمشي كان كيري دار كنسكن فيها بوحدي بحكم إيه. الخدمه كاين فيها شي شويه د الرواج، يعني داك الشيء كافيني بنادم ما مجوز زوفري بالصغر 20 عام 21 عام كاري بوحدي. اييه تعرفت على هذه السيده هذه، بغيت نتزوج بها. ملي مشيت تشاورت مع الوالد قلت له ديال بغيت نتزوجها كاينه كاين، قال لي لا ما تزوجش في المنطقه في ديك البلاصه اللي انت ساكن فيها. الوليد علاش؟ بحكم علاش؟ لان هي الوليد قال لي جي هنا نزوجك هنا، داك الشيء اللي بغيتي نزوجك هنا نزوجك هنايا في البلاد. قلت له لا. يعني وصلنا للنقاش، يعني انا صافي قلت له شغلي هذاك انا غادي ندير اللي في راسي. واخا هو ما بغاش. إيه. هو ما بغاش، يعني صر ما بغاش الا ما تزوجش تما. تصورت مع الوالده، شافتك عارف الوالدين. إيه. الوالده شافتك قالت له وليش غادي نقول لك اللي عندك فيه المصلحه الله يسهل عليك، ما عندي ما نقول لك. جيت تزوجت. اييه والوالد ديالي دابا القصه، الوالد ديالي كان جا عندي لديك البلاصه فين كنت ساكن. إيه. كنا جيران. اييه ملي قلت لها الوالده كاينه كاين، حيت انا ما نقدرش نقولها للوالد، الوالده هي اللي غتهضر مع الوالد. اييه ملي هضرات معاه قالت له كاينه كاين، قال لها راه غيتزوج بواحد البنت راه شفتها انا. كواك. اييه جا عندي الوالد. وفعلا الوالد شافها ولا انت قدمتيها ليه ولا؟ لا 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 لا, لا, لا شافها. علاش كانت كتحاول تقرب منك حيت عرفات الوالد معاك ولا شنو؟ ما فهمتش. ما عرفت لحد الان، ما عرفتش لحد الان، ما عرفتش. الوالد الله يرحمه راه هو في دار الحق وحنا في دار البطل. عبار الوالدين بعض المرات تيكون شبو وحده يا اخي. الوالدين زعما، لان هذه القصه عبره. واخا انا معك، انا معك بلاتي بلاتي، غير خلينا دابا نوصلوا للعبره ونفكوا العقده، مرحبا مرحبا. انا معك. أيه. مرحبا. أيه. مرحبا مرحبا. أيه. مرحبا. أه. كي قالت له الوالده كاينه كاين، قال لها راه غيتزوج بواحد السيده. كيفاش كيفاش كيفاش؟ جات عندي الوالده قالت لي يا ولدي، قلت لها نعم، قالت لي واش هاد السيده كيفاش كيفاش؟ قلت لها ايه. قلت لها ونزيدك الوالده؟ قالت لي نعم. قلت لها كتحس؟ قلت لها اقسم لك بالله الا الوالد شافها، وفعلا ديك الوقت شافها الوالد قبل ما نشوفها انا في ديك البلاصه فين ساكن. يلاه سكنت في ديك المنطقه. يلاه تحولت لديك البلاصه. وكان كيلح وانا ما عرفتش، كان كيلح عليا قال لي ولدي ما تبقاش ساكن هنا، انا نديك عند شي ناس من المنطقه ديالنا غتسكن حداهم ويردوا لك البال وهذه وهذه. وانا كنقول للوالد اللي حولني دابا من هنا، اولاد البلاد وكذا اولاد البلاد وكذا وكذا وكذا. هو الوالد المهم درت له الخاطر. الوالد كان تيخاف دابا مثلا تيه مثلا ويتقبضوا بك شي بنات ولا شي دراري رفاق السوء في نظره. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال اللهم يواليك الموالي البلاد، تيلا شافوك في شي حاجه يعلموه ولا مثلا ينبهوك مثلا ولا القدوه. ملي كتشوف مثلا هذوك ولاد البلاد شادين الطريق، انت غتشد معاهم الطريق.
نعم في هذه المدينة هذه كان خدام هنا وقال البلاد كان خدام هنايا كان كيدير حتى تاكزرت في هذه المنطقه هذه اللي انا فيها كان كيهاجر وكيدير حتى تاكزرت في هذه المنطقه يعني عارف ايه مشيت معاه درت له الخاطر مشيت معاه لديك المنطقه اللي قال لي تسكن فيها دبر لي على دار حدا ذوك الناس غادي نتحول اخا هي فين غادي يمشي الوالد ديالي بسيمانه ايه هي فين غنشوف انا هاد هي فين غنشوف انا هاد البنت هذاك الشيء باش قلت لك هو شافها قبل ما نشوف راه انا ايه فعلا تحولت لديك الدار اللي داني ليها الوالد ديك ليها تلاقيت بهذا البنت جارتكم واش جارتكم هي في الدار اللي حولك ليها الوالد ماشي في الدار اللي كنتي ساكن فيها بوحدك لا الدار اللي كنت ساكن فيها بوحدي حتى الوالد البلاصه اللي تحولت ليها رانا سكنت بوحدي حتى المنطقه فين حولني رانا سكنت بوحدي عرفت دابا غير ماشي دنا شي ناس غير شي ناس هاد الجيران دابا هاد الجاره اللي صبحات مراتك هي اللي كنتي ساكن حداها انت في الاول قبل ما يجي باك يحولك لعند حدا دوك الناس اللي هما من البلاد والو سير سيدي سير منين مشيت تلاقيت معاه صافي وعدتها بالزواج غادي يوصل العيد الكبير راك عارف المناطق كلها كيهبطوا كيعيدوا في الباديه فين هوت في العيد الكبير قلت له راه غنتزوج أيه. قال لها الوالده راه غيتزوج غيتزوج بواحد السيده اللي قلت لك كيفاش كيفاش اييه قال لي لا هاكا قال لي بهذه الطريقه هذه قال لي لا الا تزوجتي غنحيدك من الحاله المدنيه الله والله هاكا هاكا بهذا اللفظ هذا اييه قلت له الوالد انا دابا الناس هضرت معاهم عطيتهم الكلمه لا بغى يوافق ليا المهم ما قبلش الموضوع في الاخر ما قبلش جيت ديك الساعه جيت درت داك الشيء اللي في راسي صافي عييت جيت مشيت خطبت جيت العائله اللي عندي في واحد المدينه اخرى عييت لهم خطبت ما بين الخطوبه 10 يوم ما بين الخطوبه ما بين الخطوبه والعرس والعرس 15 يوم وفاش خطبتي مشى معاك الوالد ولا مشات معاك الوالده ولا جبتي ليها لا ما مشى لا مشيت جبت واحد العمه ديالي واحد المدينه اخرى ولاد العمه ديالي ان الوالده راه بعيده عليا اييه الوالده بعيده عليا جبت واحد العمه ديالي وولادها وجيت خطبت دوك اللي قراب للمدينه اللي انت ساكن فيها واللي قراب واخا اللي انت ساكن فيه مات 15 يوم مات 15 يوم غادي ندير العرس غادي نصيفط للوالده غتجي الوالده غيكونوا شي عائله في المدينه اللي فيها عمتي غادي يجي وغادي يحضروا لي العرس النهار اللي غادي تكون العرس بقات العرس 3 ايام انا كنت خدام في طنجه الخدمه اللي كنت خدام فيها عندنا لا لي والروتور لطنجه واخا هاد البنت اللي قلتي لي انت عرفتيها وتعرفتي عليها وقلتي للوالد اش كنتو اش كنتي في الاول كتعرف عليها عافاك ما كنعرف عليها حتى شي حاجه ويلي ما كنعرف عليها حتى شي حاجه كنعرف عليها انا اللي كنعرف عليها هو عائله يعني عائله محترمه هادشي اللي كيبان لي عائله محترمه الاب ديالهم مات الله يرحمه كان عندهم واحد الاخ مات الله يرحمه وبقاو البنات غير البنات بوحدهم اللي بقاو بحال البنات امهم والام ديالهم هما اللي بقاو ما كانش معاهم شي ولد خوهم ولا راجل شي راجل لا لا لا, لا 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 في الاول كانت الامور على احسن ما يرام يعني ما كاينه حتى شي حاجه دابا انا بلاتي انا مازال معاك غير كنسول عافاك على مرحبا انا كنسول اللي سولتي عليها هي غنلقاها دابا انا كنسولك غير بشويه جاوبني زعما وجدتي بها انت قلتي لي ما كتعرفش عليها زعما شي حاجه سوى كون انها يتيمه بهميت والبنات مجموعات يعني ما في الاول هذا الشيء ما مثلا ما تضايقتيش يعني منين تلاقيت بها خرجت معها انا ها شكون هي ها شكون كان عندها شاده لا ليسونس في ديك الوقت كانت هي شاده لا ليسونس قلت لها ودي يعني تفاهمنا على كل شيء وشرحت لها حتى ديك القضيه ديال بالنسبه للعائله ديالي راه ما غايبغيوش فهمتيني هادشي كل شيء حطيته لها يعني الا درت معاك شي حاجه
غتموتي معايا ونموت معاك. واخا اسمح لي بازال، حنا بغيناك تحيا ماشي الموت. انا خلي لي دابا انا كنتكلم معاك شويه غير دقيقه، وكنبغي نتكلم شويه انا دقيقه انا وياك عافاك. بغيتك تجاوبني حيت قلتي لي انا كنعرفهم عائله، باش عرفتيهم انت عائله محترمه؟ كنت ما عرفتي حتى شي حاجه على هاد المراه هادي اللي قد جوج؟ لا تهضرات معايا، حتى هضرت معاها عاد وليت كنعرف الداخل مثلي. إذا أنا غير هضرت معها نهار الأول الليلة، هضرت معها نهار الثاني نهار الثالث، قلت لها غادي نمشي نخطبك في داركم. واخا سمح لي، مني الوالد في الأول نبهك وقال لك أودي راه أنا هذا الشيء ما عجبنيش، ونقدر زعما مسكين تا هو زعما باش يحذرك زعما تمشي في هذه التجويجة هذه، واش الوالد كان تيعرف شي حاجة عليه هو من قبل؟ لا ما كيعرف عليه، لا ما كيعرف عليهم حتى شي حاجه، وما عمر جا لديك المنطقه حتى جا عندي. واخا سامح ليا، كيعرف عليهم حتى شي حاجه. ومني نبهك الوالد، علاش ما كنتيش مثلا فكرتي انك مثلا تجي تقول لهم اودي انا هنا غادي نجي انا وشي حد من العائله، وانتم مثلا انتم جاو سولوا علينا، وفرصه مثلا الوالد ديالك مثلا يعرف العائله ولا كنتي مثلا صغرى سي مصطفى؟ طيش طيش ديال الصغر هو اللي كيخلي هاد المشاكل في الاخر. الاكثر اذا بطيش ديال الصغر كيخلي لي المتاعب في الاخر في الكبر. واخا وسامح لي، انت ما سولتيش الوالد علاش كاع كان ملح هو ما تجوش لدرجه كاع قال لك نحيدك من حال اللي كان ملح باش ما نتزوجش؟ علاش؟ حيت انا واخا كاين واحد الحاجه، انا اول انا هو الكبير في الدار بالنسبه للاحفاد، بالنسبه لولاد عمي، واش فهمتيني؟ يعني بغاو يفرحوا بيا في البلاد، كلينا العرس ديال عباد الله، حتى الناس خصهم ياكلوا العرس ديالنا. يعني انا تنبغي منين نتزوجت العائله اللي في البلاد وهذه بحال ولات بحال معياره بحال ضحكه. سمح لي هذاك اللي كان تسناوه. سمح لي شحال دابا انت هادي 30 تقريبا 29 عام باش مجوج، وشحال كتسمع لينا تقريبا من عام؟ كنسمع لكم انا تقريبا شي 20 عام. كنسمع لكم انا من 2002 2003 2004 2005 2006 كنت عندي المهنة ديال اللي خلاتني باش نسمع لكم، كنت في الطاكسي. اييه كنت عندي عاوتاني الطاكسي. اييه وهذيك الساعات كنت مجوج انت حيت جوجتي في 95. كنت مجاوز. انا الطاكسي ما كانش عندي حتى 2000 2000 2001 2002 حتى 2005. يا خويا علاش قلنا لك هذه القضيه؟ لانه دابا ملي كنتكلموا بعض المرات على رفض الوالدين شي حاجه، احيان كثيره كنطيحوا في مشاكل، هو انه حالات كثيره. انا نقدر نقول لك مثلا غير نماذج اللي سمعنا بعض المرات ديال والدين اللي مثلا نبهوا ولادهم، وخاصه واحد الجوج ديال القصص كانوا دازوا معنا، الوالدين ديالهم كانوا حذروهم من ما تجواش، لا مشيتي تجوجتي راه يمكن تدبر راسك، ولا وفي التالي كانوا لقاو مشاكل كثارين خرجهم داك الشيء. دوك القصص سمعتهم كاين شي قصص كنقارنهم بالقصص ديالي. يا خويا شي قصص كنقارنهم بالقصص ديالي. يا خويا انا راه من المتتبع ديال البرنامج منين كيبدا سيدي. رجع انا وياك وانا كنسولك، قلتي لي يا سيدي ديتي العمار، المهم خطبتي من بعد خمس جوج اسابيع اتزوجتي يا سيدي، جبتيها لبيتك فين كتسكن؟ لا لا لا، حيت انا ديك الساعه ما جداش للبيت ديالي فين كنسكن في الاول. تزوجت دور تزوجت سيمانه باش تزوجت، سمعها صافي الوالد صافي تيقن باللي رانا مجوج. جا طلع عندي. جا عندي نهار سبع ايام العرس. جا عندي طلع عندي نهار سبع ايام العرس، المهم سخط. جا عندي قال لي خاصني، ما هو ما خاصو حتى شي حاجه. قال لي خاصني شي فلوس وخاصني هذه، هو عنده. قلت له نعطيك الوالد شحال خاصك. انا الحال ديك الساعه كانت الامور ميسره. كانت الامور ميسره بمعنى الكلمه، يعني اي واحد كيبغي يهضر بغيتي الفلوس هاكا الفلوس. ماشي مشكل. واخا جا قال لي بغيت شي حاجه ديال الفلوس، عطيتو الدوبل ديال داك الشيء اللي طلب. صافي مرتاح. قال لي صافي سير الله يهديك. لان اللي عطى الله عطاه. صافي تزوج داك الشيء اللي كان غادي يحبسني عليه، اللي عطى الله عطاه. اييه انا تزوجت. اييه
دوزت 8 ايام معاهم في الدار مع النساب ايه من ورا العرس. قلت لها للسيده شريفه انا دابا كاري، قالت لي هي، قلت لها غتمشي معايا، ايه انا هزو حوايجنا وغادي نزيدو. ايه قالت لي لا غتبقى نجلسو في الدار هنايا في دار لا وهادي وهادي. قلت لها لا اه ما نجلسوش في داركم. جات الام ديالها والاخت ديالها، لا ما غتخرجش هي الصغيره وهي هذيك. قلت لها انا غنجي مع السته، بغيتي تمشي نلقاك مجموعه. اه فعلا جيت مع السته لقيتها كتسناني، هزيتها مشيت في حالتي. قطعوا الطريق ديالها تقريبا 6 شهور ما جاوش عندها للدار ايه ولا جا عندها حتى شي واحد، ايه خواتات ديالها ولا الام ديالها. يعني انت مشيتي مع داك السيد ما غاديش نجيو عندك. ايه داز شي 6 شهور، واحد النهار حتى جيت للدار لقيتهم ايه جاوا. ماشي مشكل، هذوك نساب ما بيني وبينهم حتى شي حاجه، خير ولي حسان ما بيني وبينهم حتى شي حاجه، انا اللي عندي به الغرض هو المراه هي معايا، الله يعاون الله يعاون. واخا ثم كيجي وكتفرح بالناس وهذه الله يسخر. ايه ايوا سيدي عندهم واحد الارض مشاركه هي وخواتها في واحد جوج الاراضي. اها قالت لهم بقينا كنهضروا، قالت لي واه دابا حنا خصنا نديروا شي دار وهذه وهذه. قلت لها ما كاين مشكل، نتحركوا شي شويه ونديروا الدار ماشي مشكل، حنا عندنا واحد الارض. اها انا نترد مع خواتاتي اها بيناتنا، اها وداك الشيء اللي غادي نزيدهم انايا نتعطيه وغنكتب لك النص في ديك الارض. قلت لها ماشي مشكل اها ماشي مشكل. مشات تفاهمت مع خواتاتها، رديت اطرد عليهم واحد القدر، عطيته ليها النص ديال ديك الارض، عطيته ليها دخلت انا في ديك النص ديال ديك الارض. انا ديك الساعه باقي كاري. دابا هي شدت حقها في شي ورث، تخرجت هي وخواتاتها وعطاتك داك اييه عنده واحد جوج الاراضي، بقعات اييه بقعات اييه بقعات ديال 65 65 انت تخلصهم لخواتاتها. لا انا خلصت غير باش بحال مثلا غتاخذ هي ارض واخواتها بجوج يبقاو في ارض، اييه ولكن هي غترد عليهم الباقي حيت هما عارفين بشحال شاريين. اييه دابا انت رديتي عليهم الباقي، انت رديتي عليهم الباقي وكتبات لك هي النص وهي خدات النص في ديك الارض في ديك البقعه. وهي في ديك البقعه هذا هو اللي كاين. كتبتوها كتابه هذه ولا شنو درتوا لها؟ لا كتابه، لا كتابه كاين المقاطعه كتابه. انا اعطيتهم الفلوس وكتبوا لي النص، داروا التنازل على ديك الاخواتاتها بجوج وعطيتهم رزقهم ولات الارض ديالنا بجوج. اخ النص هي ليها والنص هي ليا انايا. اخ سيدي يلا بغيت نبني ديك الارض. كنتم مخططين نعم. شنو ديروا في هذه الارض في هذه البقعه؟ لا كنا مخططين فيها السكن. هكا كنا مخططين فيها السكن، هي اللي مخططين فيها. مخططين فيها لا هي ما خداماش. هكا هي ما خداماش. هي ما خداماش. هي جات هذه الخدمه ماشي ما جاتهاش الخدمه، كانت غتخدم الوقت اللي قبل ما نتزوجوا واحد الخدمه راه غادي نمشي نخدم وهادي وهادي. قلت لها اودي انا هذا الشيء قلت لك النهار الاول. اه قلت لها ما عندي ما ندير بالخدمه. اها انا تزوجتك جلسي في الدار. اه هاك قلت لها بهذا اللفظ، قلت لها الا كنت انت غتزوجي ايه انا خدام وكانت الامور ميسره. ايه قلت لها غتزوج بك غتجلسي في الدار الخدمه. اه لا اه تفاهمنا بنت الناس تبارك الله. إيه. هادشي باقي ما درنا لك غير ثلاثة شهادة. إيه. ما تفاهمناش الله يسخر، انا راه بغيتك تجلسي في الدار. صافي قالت لي وعليه صافي تزوجنا جلسات في الدار. خدينا ديك الارض ترديت انا وخواتاتها، دازت واحد 4 شهور ولا 5 شهور غندبرنا على ارض اخرى، غنلقى ارض اخرى انا متريب ليها هذيك بوحدها. ديك الوقت 25 مليون. ديك الوقت 25 مليون. ديك الوقت هي خديت ديك الارض. هاد الارض قريبه نيت البقعه اللي نتوما شريتو ولا نتوما اللي لا 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 من في واحد المدينه قريبه لهذيك بواحد 14 كيلومتر. يعني انا جيت للمدينه لحدا الدار ديالهم، واخا هذا البلاصه فين ساكنين هما. هي تما فين كتخدم نتايا؟ اييه تما فين كنخدم دابا انايا. اييه
خديت ديك الارض قلت لها يلا عيطت عليها هي ما فرصها حتى شي حاجه عيطت عليها هبطت لعندي قلت لها يلا خديت واحد الارض هذيك الارض ديال المنطقه الفلاحيه ما غنبنيهاش راه غنبيعوها نبداو بها هذه في البني اييه مشيت معاها كتبت ليها النص في ديك الارض اللي خديتها انايا اييه كتبت ليها النص في ديك الارض اللي خديتها انايا اييه جيت حتى لهنا كلشي الامور مزيان اييه 96 غتزاد 96 غتزاد عندي البنت الاولى اييه 97 غتزاد البنت الثانيه اييه اها سيدي بديت كنبني في ديك الارض اييه اللي خديت بنيتها جيت سكنت في ديك الدار في 99 غيتزاد عندي ولد ومع ذلك هاد السنين كلها في البلاد راك عارف كنمشي مره في العام اييه واحد خمسه سته السنين الاولى كنمشي مره في العام اييه يعني سته السنين الاولى الامور كلها مزيانه واخا الوالدين في الاخر الوالدين داكشي اللي خافوا منه وقع صافي ولاو الامور عاديه ولاو كيجيو عندي ما كاين بحال ما كاين حتى شي حاجه اييه وانما هي ما مرتاحاش واش كانت عارفه هي باللي والديك واش كانت عارفه باللي والديك ما باغينهاش خاصة عارفه لان كيقول لك الصدق حبيب الله انا صدقتها من كل شيء انا صدقتها من كل شيء من اي حاجه صدقتها فيها ما عمري كذبت ولا شي حاجه يعني انا وياك مسافرين انا وياك مسافرين راه الا طحت انا غتهزني الا طحتي انت غنهزك انت صافي هادشي اللي كنعرف انا في الحياه كلها المهم ما نكذبش عليك ما تكذبش عليا إيه ولكن علاش ما فكرتيش مثلا هاد الامر ديال الوالد ديالك من يحضرك وداكشي تخليه بينك وبينه وصافي ولا كان كيبان في والديك باللي هما باغينهاش لا انا كيبان لا كيبان لا كيبان لا كيبان هاد الامور هاد الامور كتبان كتحس وكتشاف رغم ذلك نيت لا كنحس الوالد الله يرحمه والي برحمته الا كيجي عندي واخا كاع كيجي عندي ما مرتاحش وبنادم راه كتحس بيه راه كتشوفو هو اللي كيضحك ليا في وجهي اييه يضحك ليا في وجهي قال الماكله ديالك خليها عندك ما تعطيني حتى حاجه فهمتيني اييه انا كيجي واخا كيجي ما مرتاحش اييه ومع ذلك كان داك اللي كيقول لك كتغطي الماء بالغربه بحال راه ما كاين حتى شي حاجه وانما راه كاين نزاعات داخل ديال القلب ديال كل واحد اها 2000 96 97 قلت لي تزادوا الدراري اييه الولد الاخر تزاد عندي في 2002 واخا وديك الارض شنو كتبتي ليها فيها قلتي لي النص بديتي كتبنيها بنيتها فينيتها جيت سكنت فيها صافي استقريت في ديك الدار استقريت في ديك الدار اييه ومع انت بناي وداك الشيء وكتبني والمسائل وامور الامور ميسره بنيتها بيدي بحكم عارف دايز البني شديت العطاشه بانيها بيدي طلعت السيما بظهري انا كان خدام في ديالي اييه اها في 2002 في 2002 غادي تزاد ل 2002 غادي تصاب هي بمرض تسمم تسمم جاها من الاخر جا من عند اختها جا من العائله ديالها ماشي من العائله لان العائله ديالي كي قلت لك من الاول انا ما عندي حتى واحد في العائله في المدينه اللي ساكن فيها لا عم لا اخت لا خال لا وكيفاش هاد القضيه ديال تسمم من اختها عاوتاني كيفاش؟ لا تسمم وسبب لها قصور كلوي كيفاش نعطيك القصه ديال ديك الساعه كنت خدام انا في الطاكسي اييه ما بقيتش خدام في الطاكسي ديالي خدام مزيان لهنا حتى لهنا الامور كلها مزيانه خديت الطاكسي ديالي درت واحد الكريدي خديت الطاكسي ديالي دار العام جمعت ذاك الكريدي هي فين غيتزاد هذا الولد غادي تفرض عليا باش غندي للسبيطار باش تولد هذا الولد ديتها مع 12 الليل الصباح منين مشيت لقيتها ولدات لمن غنعيط غنعيط لاختها وامها اييه لان هما العائله ديالها ما عندي لمن نعيط عيطت لاختها قالوا السلام عليكم وعليكم السلام قلت لها فلان ترى ولدات
شنو باش جاوباتني السي مصطفى؟ اه قالت لي اه، قلت لها راه ولدات، قالت لي اه واخ صاف، هذا هو الجواب. اه علاش؟ بحكم ان هي ما رزقهاش الله بالذريه، ان البنات هو اللي كيعطي الاولاد، هو اللي ما بغاش كيدير عقل، هي يهب لمن يشاء، الذكور لمن يشاء، والاناث النساء والاناث من يشاء ومن يشاء، يجعل من يشاء عاقمه. هي يا سيدي، عاقمه هي كاين شويه ديال الغيره. واخا والوقت اللي دورت لها انا وقلت لها كاين هكاين هكاين هكاين، غير قطعت التليفون، جيت قلت لها السيده هادي شتها جاوبتني هكا، ما فهمتش شنو كاين بهاد البروده زعما. جيت دزت على الدار، اي جيت دزت على الدار ديالهم قريبه ليا، اي دزت كنلقى الصداع، وكنلقى ومن الفم ديالها لودني، لودني انا هك، اي كنسمع كتقول لي كل عام كتولد واحد، واش هي كتولد وانا ما كنولدش، المهم الغوات كيتسمع. اي قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هكا، كملت في حالتي. اي ديك الساعه الدراري بثلاثه اخرين كيقراو في المدرسه، اي جيت للدار، هزيت الوليدات من المدرسه، جبتهم للدار، وكلتهم، صيفطتهم عاوتاني للمدرسه، راه ما جات حتى شي واحد. اه الغد ليه مشيت خرجتها من السبيطار، جيت جبتها، راه ما جات عندها لا امها لا اختها لا حتى شي واحد. اه انا اللي كنقوم بكل شيء، وليت الطاكسي عطيت طالع الحويجات اللي كيجيو من السبيطار، الناس المستمعين كاملين راه عارفين الحاله اللي كتكون فيها المراه اللي كتكون والده. هي 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 المراه اللي كتكون نفسها راه كتعرف. قمت بديك المسائل كلها، تنهار يومين، النهار الثاني ولا الثالث عاد جات امها وجات اختها. مبروك مبروك، الله يبارك فيك، صافي ماشي مشكل، خليتهم في ديالي. هذه نهار اربع ايام. ايه صافي، قلت دابا راه امها واختها معاها في الدار ديال الدار، وهذه والدراري باقيين صغار كلهم، راه الدري اللي قبلنا هذا كان في 99، يعني البنت الكبيره ديك الساعه زيدها في 96 ل 2002 عندها 6 سنين. نهار دازت شي 5 ايام ولا 6 ايام باش جاو للدار. جيت من الطاكسي طالع سي مصطفى، باش قلت لي التسمم. ديك التسمم انا المهم جيت من الخدمه، طلعت عيطت عليا المدام، كي دخلت مع الدار عيطت عليا، قالت لي جيت، قلت لها جيت اخذ غداك هكا بهذا اللفظ هذا. ايه جيت باش ناخذ ذاك الماكله الغدا باش نمشي نتغدى. كانت هاد الاخت ديالها، هاد الشيء باقي مصور ليا ما بين عيني. كانت ناعسه في الصاله. كانت دات هذيك الغمضه إيه. الساعه اللي طلعت انايا. ومع دخلت بقوه الاحترام درتها، لقيتها ناعسه. حتى انا ما بقيتش درت الضجيج. قلت هذه دابا ناعسه خليها مرتاحه. كي خديت ديك الكاسرونه باش نمشي للكوزينه نسخنها وهذه وهذه، كي خرجت من البيت عاد هذيك الساعه فقت هي في النعاس. القصه يا ودي سي مصطفى، انا راه داك الشيء كيتصور عندي. واخا هي فقت من النعاس. فقت من النعاس، كي فقت كي وقفات قالت لي بلاتي نجي نعطيك غداك بهذا اللفظ هذا. يعني اذا ما ديك الكاسرونه ماشي ديالك بلاتي، حيت كانوا جوج كاسرون فوق واحد الكوافون. الزيت كانت علي من حطيتها على اليسر. عادي ماشي زيت رديتها لبلاصتها، حيت كان الكوافوز كان كبير، حطيتها على اليسر. جات هي هزات ديك الاخرى عطاتها ليا، دخلت للكوزينه كليتها، هبطت مشيت للخدمه ديالي. كلات المدام ديك الماكله اخرى. اللي في ديك الكاسرونه اخرى. ديك ماكله وحده، حيت انا قلبتهم لقيتهم ماكله وحده. شي حاجه ديال الفر. واخا النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث سي مصطفى بدا الولد كيبكي مع ديك الجوج الليل. قلت لها فلان تنوضي ردي الولد، قالت لي نوض ردو انت، انا ما بقى عندي لا يدي لا رجلين. الله كيفاش؟ كيفاش هاد الحالة عشتهم؟ كيفاش؟ قالت لي انا لا يدي لا رجلين. جلست هكا على الارض، تكلفات من يديها ومن رجليها. بحال لا خيطتي ليها يديها وخيطتي ليها رجليها، ما قدرت لا تسرح لا اليدين لا رجلين. يا ربي مالك؟ قالت لي ما عرفتش. هذه يلا ولدها تقول ب 15 يوم تقريبا، الحليب لذاك الولد، صوبت الحليب لذاك الولد، كان الحليب ديال الفورماسيون صوبته ليه، عطيته ليه، كلا نص الصباح هزيتها ديتها للطبيب.
دوزت ليها خرجني شي 1500 درهم ديال الدواء. جيت شريت ذاك الدواء شربات فيه ذاك النهار الغد لي النهار الثالث فين تزاد الحالة كتدهور الحالة ديالها كتدهور. عاودت هزيتها ديتها لطبيب اخر خرج ليا 1400 درهم ديال الدواء. حتى شي مقيدة المهم ديك السيمانة خاصة فيها واحد 5000 درهم. السيدة في الحالة ديالها كتدهور يوم عن يوم. يعني ما كاينش تحسن. دارت نهار 9 ايام هزيتها ديتها للسبيطار الكبير اللي عندنا في البلاصة هادي. كي دخلات قال لي الطبيب شنو عندها السيدة؟ قلت له دكتور ما عرفتش شنو عندها. خويت له ديك الخنشة ديال الدواء اللي ديت معايا وشي تحاليل درتهم. كيحل دوك التحاليل قال لي هاد الدواء حيدو ودابا تمشي تجيب لها الفراش ديالها تنعس. قال لي السيدة دابا تنعس ما تديهاش معاك. على حسب داك الشيء اللي لقى في التحاليل. تما بدات المعاناة ديال الصحة سي مصطفى. نعم. قالت لي امها فينا هي؟ قلت لها راه شدوها تنعس. شدوها تنعس. قالت لي قلت لها ديت لها الفراش ديالها. جيت طلعت قد التحاليل هي في غادي تنعس فيها 4 شهور 5 شهور. دوزات واحد سيمانة جيت واحد النهار لقى ذاك الولد باقي ما كاملاش عنده باقي ما عندوش شهر. لقيته بوحدو في الدار. انا على بالي رانا مخلي امها ومخلي اختها في الدار. انا المهم السيدة مرضت خصني انا نجري وانتم راكم في الدار. انا كنجري معها في السبيطار ونجري مع الدراري. المهم شي واحد ما غيحطش يدي على جيبه. لان داك الشيء الرزق راه ديال الله سبحانه وتعالى ماشي انا اللي خدام. الله سبحانه وتعالى راه كيشوف كل واحد. جيت مع ثلاثة كنلقى الولد بوحدو كيبكي فيه الجوع. ويلي فين مشاو هادو؟ صوبت له الماكلة ديالو هبطت مشيت كنقلب على الأم ديالها جات الدار ديالها. قلت لها خليتي فلان الدري صغير في الدار ديك الساعة كنتي جاية للدار غير جيبيه معاك. علاش خليتيه في الدار بوحدو؟ راك عارف التربية ملي كتكون باقا صغيرة ما حتى واحد ما كاينش في الدار. فين الأخ فين بنتك الأخرى؟ قالت لي راه مشات. قالت لك هي ما بقاش بغات تجي للدار. صافي بقات الام ديالها والام ديالها مرا كبيره ما قادراش على ذاك الولد. كانت كتشد في ذوك الايام هربات زادت في حالاتها ما بقاش بغات تجلس في الدار. الاخت ديالها في السبيطار شفت حتى عيط عيطت للوالده. صيفط الوالدة جات عندي كي وصلت عندي الوالدة زيد ذاك الولد تاع الوالدة. قالت لي عمك لا هذا هاك هذا راه ولدك. قالت لي واش انا هذا الولد هذا شادي واش انا نقدر نربي هذا الولد؟ قلت لي انا ربيتيني انايا انا كي خرجت لك. حتى هذا اللي درتي ليه هو هذاك. حتى هذا اللي درتي ليه هو هذاك. صافي صدقوا هربوا من الدار عندي ما صافي لان ديك الساعه الحاله ديال المراه تدهورات ما كاينش اللي غايقول غتعيش. ماشي تدهورات حيت اللي متدهور لاقصى درجه. نعست في السبيطار نعست الشهر الاول الشهر الثاني كلشي ساكت على ما به وضرب الطم وغاربر من الدار ما بقى كيجيو عندك ما بقى كيسولوا فيها ما والو. وتقول واش وتقول دازت لا داز يلا نعست بشي 20 يوم طلعت العشيه. لقيتهم بداو كيتغاوتوا بداو كيتغاوتوا معاها خواتاتها وامها وهذه بداو كيتغاوتوا معاها. كيفاش كيتغاوتوا معاها؟ كيفاش كيتغاوتوا معاها وعلاش؟ ما فهمتش علاش اللي حد ديالي ما فهمتش علاش كيتهاوتوا بداو كيتهايروا معاها وكتقول لهم هي انا رانا مريضه خلوني. دابا دخلت انا مع ديك الدخله اللي دخلتها هكا ما عجبنيش الحال. كتشوف ناس مرض تجي ماشي تجيب لهم المشاكل ماشي بالنسبه للمراه ديالي حتى الناس اللي ناعسين حداها هي تصنطوا راسهم عاد تطلع انت تبدا تغوت على واحد مريض ما يمكنش. ما عجبنيش داك الشيء وانا نجري عليهم قلت لهم شوفوا بقى شي وحده فيكم تهضر غادي نشدها وغنتلاها انا وياها من هنا. صح سيروا في حالتكم حشومه احترموا غير هاد الناس هادو اللي ناس. ديك الساعه انا كانت عندي 28 عام. بالضبط. خرجوا في حالتهم مشاو الله يعاون الله يعاون وليت انا هاز ديك الضربه. السبيطار نجيب الدراري من المدرسه مكافح. والولد ديما معاك؟ لا الولد جت الوالده. الوالده واللي جت الوالده وليت جيت الوالده هي اللي جالسه ليا في الدار. ملي يجيو بعدا الدراري من المدرسه كيلقاو الوالده.
كاين كيجي، والمهم راه كيلقاو الوالده. اييه خرجت انا نمشي نقضي شي حاجه، راه كاينه الوالده وعطيت هذاك الولد الصغير. اييه عطيت معاول انا وياها. اييه دوزات 4 شهور، هاد 4 شهور شفت فيها جميع الامراض شفتهم فيها. يا ربي السلام. علاش قلت لك تسمم السي مصطفى؟ علاش قلت لك السي مصطفى تسمم؟ ما بقات عندها زغبه وحده ديال الشعر. يا ربي السلام. ولات كتقشر. زيد الحم ديال بنادم ولات كتقشر، كنشد جلده، كنشد جلده من الفوق في اليد ديالها كنهبطها حتى الصباع ديالها. تبصرات الله 20 يوم. طلعت لي الحراره حتى شي 45 ولا 46. كندير لها قبسه ديال دوليبران بالليل، كتشربها بالليل كلها بواطه ديال دوليبران ديال ميل. يعني جميع الامراض شتهم. والوقت اللي تبصرت اودي السي مصطفى هذه ما بغاش تخرج، الوقت اللي تبصرت نهار الاول اللي قالت لي حامل، قالت لي راه ما بقيتش كنشوف. قلت لها ما يمكنش، انت راك عينك محلولين. قالت لي ما كنشوف حتى شي حاجه واخا عيني محلولين. اييه حطيتها الفطرات، قديت لها الفطور ديالها فطرات، هزيتها دخلتها للدوش، غسلت ليها حيت المريض راه ضروري كيوسخ حوايجو قال لا حتى شي حاجه. اييه كندخلها للدوش كنغسل ليها علاش باش يجي الطبيب يدوز ليها، لان الطبيب الا لقاها مريحه ما كنغسل ليها كنبدل ليها الحوايج ديالها كنجيب كنحطها. ديك 20 يوم كل صباح نجي ندخلها للدوش، ندوش ليها، ننقيها، نبدل ليها الفراش ديالها، نهود عاوتاني نجي عند الدراري نتسنى باش يعطيوني التحاليل. المهم ديك 4 شهور خسرت فيها 5 المليون. ديك 4 شهور هذه 5 المليون كانت عندي كانت محطوطه. اييه عاد داكشي اللي صورت لي الطاكسي في ديك ال5 شهور واحد 8000 درهم 9000 درهم كانوا معايا شي دراري خدامين معايا معاونين معايا متعاطفين معايا، حيت عارفين القصه ديالي متعاطفين معايا. كانوا كيشدوا عليك كيخدموا، كان تيخد يشدوا عليك كيخدموا. كان نعطيهم هما كنوض الصباح، كنخدم انا الصباح، كنوض مع 6 الصباح. اييه كنخدم حتى ل9 ونحط الطوموبيل في المستشفى. اييه وكيجي الشيفور عنده الدوبل كياخذ هو الطوموبيل. اييه كيمشي يخدم، نتسنى انا التحاليل باش يعطوني التحاليل نمشي ندير التحاليل. اييه حيت حارو في المرض ديالها. اييه كيخرجوا لي الورقه ديال التحاليل كيقول لها تمشي دير التحاليل. ملي كنمشي كنلقى التحاليل 50000 40000. وليت كان دوك الفلوس ديال ديك الطاكسي اللي جمعت كنهز صرف، ما بقاش عندي المشكل صافي. وليت كتبان لي خصني نتعاون معها حتى تنوض. اييه ضربات 5 شهور 5 هاد البيوبسي. اييه منين داروا هذاك البيبسي تما تسرب ذاك التسمم الكلاوي. اها لقاو الكلاوي تصابوا عند الكلاوي. اه كانت دخلت كانت عندها 80 كيلو تولات فيها 42 كيلو. اه وصلت للحاله حتى وليت كنهزها هكا ونديها للطواليت. ايه ايه عشر مستمعين نديها للطواليت وتقضي حاجتها ونغسل ليها ونردها. ايه علاش ما كيجي عندها حتى شي واحد؟ انا والله لا اللي كيجي عندها. اه اخويا باش قلت لك تسمم الناس اللي كيجيو من العائله كيبغوا يشوفوا ولا شي حاجه كيدخلوا ما كيعرفوهاش. اه اخويا كيبقاو يقلبوا عليها ما كيعرفوهاش. حتى كيكونوا خارجين حتى كتعيط عليهم هي. نعم كتقول له فلان اجي. اه راه انا هي فلان انت. ايه تسرب لها هذاك التسمم الكلاوي، دار لها قصور كلاوي. يعني ملي كيلقاو المرضى شنا هو داروا ليها الدواء، ولات شويه ولات كتشافى. اييه ولات كترجع فيها، ولات كترجع فيها الروح. اييه نهار اش غادي يجيو عندها للسبيطار؟ غايجيو عندها نهار اللي جات الورقه ديال الخروج. اييه اللي غتخرج 5 شهور وشي حاجه غير تلقاو ليها الدواء. اييه هزيتها نهار اللي جيت للسبيطار كانت الجمعه. قلت لواحد السيد اللي خدام معايا فكدير شي سكسون ديو للسبيطار لديك الصاله. جيت قالت لي راه كي جات داك السكسو جات قالت لي راه الورقه ما عطاوني الورقه ديال الخروج. غلق العائله ديالها تما كاملين. اييه ان الناس كيقول لهم علاش ما كنمشيوش عندها. مع مغربي راه كاين الناس كينبهوا كي ما هضرت. اييه ما هضرت مع حتى شي واحد. دخلت لقيتهم حدي قلت السلام عليكم، انا داخل الصاله ديال الناس مراد السلام عليكم. قالت لي عندي الورقه ديال الخروج. قلت لها هي دابا
هزيتها هبطتها انا وداك الصديق ديالي ومرتو، جات معنا مرتو هبطتها، ما قلت لهم لا طلعت لا حتى شي حاجه، هبطتها هزيتها في قومي جبتها للدار. جيت بقيت كنعاني معاها عاوتاني في السبيطار، كتجلس ديك 8 شهور 6 شهور كتمشي كتنعس شهرين، الله الله الله. وتعرف بنادم اللي كيكون مريض لا كيمرض، هذاك اللي مقابل المريض تماما. هو اللي كيمرض. فين ما قالوا لي راه هاد البلاصه غادي الدواء فيها كنهزها كنديها. ايه كانت السي مصطفى نعاود لك، قالوا لي راه كاين واحد السيد في مراكش. حيت انا وليت ديك الساعه وليت عرفت شنو المشكل ديالها ديال ذاك المرض. اها وليت عرفت ذاك المرض اللي عندها راه تسمم. اه الطب البديل. ايه قالوا لي راه كاين واحد السيد في مراكش. مشيت للسبيطار قلت لهم عافاك تعطيوها ليا تجلس عندي هذا السبت والحد وتشوف ولادها وهذه. طولات في السبيطار راه 6 شهور. ايه قالوا لي واخا جبتها الغد ليه مشي شديت بها الطريق لمراكش. ايه هزيتها شديت الطريق فيها يعني داك كيفاش قلت لك اللي مريض راه هو كيوقف عليه راه هو اللي كيمرض. يعني فين ما قالوا لي راه كاين الدواء ديالها كنزيد ما بقاش عندي المشكل. الوالده جاتها معايا هنايا دازت شي ايامات عاود جات معها الوالد قال لي اشنو قلت له الا بغيتي تجي جي جا ريح مع الوالده هنايا هما في الدار انا راه كنجري معاها. ايه ولات شوية بقوت الدواء وما كتبخلش يعني ما كنتسناش انا التحليلة يديروها عليها في السبيطار. انا حتى المريض الا بغيتي الدواء راه خصك انت تعاون الطبيب. ماشي الطبيب يقول لك جيب لي هذه وانت ما عندكش مثلا ما يحسن العوان. انت خصك تعاونه لان الطبيب الا ما جديش ليه الدواء ولا ما جديش ليه التحليل راه داك المريض ما عنده ما يدير ليه. خرجت في السبيطار صافي الامور غاده. من بعد باش خرجت من السبيطار ما جاوش عامين. حتى واحد النهار هو يجي واحد عمها الله يرحمه حتى هو تغدى عندي. قلت له نعم. قال لي راه فلان تبغي تنديها لدارهم. اش هما كيقول لهم رانا حابسها. ايه رانا حابسها. ايه بغيتي تديها؟ قال لي قلت له هي هزات ديها معاك من عافاك. نعم هذاك الشيء اللي لاحظتي الكاسرونه وداك الشيء كامل وديك القضيه ديال الغوات اللي كنتي سمعتيه في الباب. ما عمرك تذكرتي في بنت الناس راه هذا الشيء راه خصك تفهميه وتسعي به. قلت لها قلت لها قلت لها ولكن ما قلتوش لها حتى ولات بخير وتعالجت شي شويه يعني نقذاتها يعني ولات عندها واحد 50% ايه يعني ولات مزيان. ايه بالنسبه للحالات اللي شت نعتبرها مزيان. واخا هي شنو قالت لك من ورا فاش قلتي لي هذاك الشيء؟ ما قال الله ياخذ فيه الحق بهذا اللفظ هذا. ما بغاتش تدخل ليها للراس. ايه واش فهمتيني؟ ايه هذه القضيه هذه ما بغاتش تدخل ليها للراس. واخا سي وفي الاخر دخلت ليها للراس. وهاد عمها من نيجر هاد عمها مني جا وقال لك باغي ديال الدار. ديك الساعه انت كنتي نبهتيها ولا مازال ما كنتيش نبهتيها انت ديك الساعه؟ لا نبهتها هضرت معها في هذا الموضوع. رجعت انا قلت لك عامين. قلت لك عامين. وراه المسافه ما بين الدار ديالهم والدار ديالي انا راه غير 3 دقائق على رجلي. هادشي اللي كاين يعني راه ما كاينش شي فرق راه كاين 3 الزناقي ولا 4. راه قلت لها هي الا بغيتي تديها ها هي هزها ديها. انا ما حبستهاش. قلت لها واش حبستك على داركم؟ قالت لي لا ما حبيت لك شي حاجه. قلت لي انا قلت لها ما عمر شي واحد يجي عندي. اها اما بغيتي تمشي انت هزي الدراري وسيري الله يسخر لي. أيه. غير انا ما يجي عندي حتى شي واحد وما عمرك تقولي لي زيد معايا. وما كنتيش كتخاف على الدراري مثلا يتأدى ومثلا في دارهم ولا شي حاجه بحال هكا؟ شوف السي مصطفى اللي عطى الله عطاه فهمتيني اللي عطى الله عطاه. لا انا عارف. شوف دابا انا عارف اللي وقع وقع هذه مساله ولكن واش انت ديك الساعات ما كنتيش كتخاف على الدراري من شي ادا بما ان مهم تعرضت للاداء وداك الشيء انت في زعما يمشيو الدراري للدار عندهم وداك الشيء ما كنتيش هي تقول لها ما تديش الدراري. ايه تقول لها ما تديش الدراري ما غاديش ما تجيش. علاش غتولي انت وياها في مشاكل؟ علاش ما نديش الدراري؟ ما دخلتش ليها في الاول
سكتات ما بغاتش تجاوبني حتى شي حاجه. اه وجات هذه ديال باش لقيتهم كيتغاوتوا. اه انا ما قلتهاش ليها هي، وهي جبدتها ليا واحد النهار، وهي جبدتها ليا واحد النهار، هي هي واحد النهار جبدتها ليا، قالت لي راه ديك النهار اللي وقع اللي وقع اللي وقع كيفاش، قلت لها شكون قالها لك، قالت لي قالتها ليا امي. اه وما قلتش ليها انا رانا سمعتها، خليتها عند راسي لدابا لهاد الساعه هذه بقى سر. دابا قلت لها بزاف د الحوايج هذيك ما هذا ما قلتهاش ليها لحد الان. اه ايوا وقبل السي مصطفى غادي نرجع بك واحد الشويه، قبل ما تكون حامله بهذا الولد هذا. اه قبل ما تكون حامله بهذا الولد الصغير. الصغير هي ديك الاخت ديالها دارت السبب باش تحمل. ايه الناس العيالات راه كيديروا دوك الطقوس ديك 99 جديده ولا شنو كيقولوا ليها ودوك العشوب وهادي. صدقت ما صدق انا دابا غادي نقول نعم صدقت السي مصطفى ما حاملهاش. اه ياك. اه هي فين غادي تحمل هي بهذا الولد عندي، هي باش غتحمل هي بهذا الولد عندي نط حملت بهذا الولد. الاخرى ملي ما حملاش مشات دارت الحقنه. حملات بالحقنه واخا يعني بنادم كيبغي يتخاصم مع الله سبحانه وتعالى. لا هادو الله سبحانه وتعالى هو هادو مقاييس على كل حال طبيه والشرع بات فيها يا اخي. وقال الكلام ديالو على كل حال على اختلاف الناس العلماء باش ما نكونوش تنعطيو شي فكره. ولكن انا بغيت نسولك هاد اختها اللي انت كتكلم عليها، سؤالي هي كانت مجوجه مسبقا عندها شي اللي تجوجت قبل، بغيتك تشرح لي انا هاد القضيه اكثر، وانا وياك غاديين خطوه خطوه. نعم وفي الاخر كما كنقولوا تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. احنا على اثير اذاعه ام اف ام في برنامج سمير الليل. سمير الليل مع مصطفى الهرده كل ليله على اذاعه ام اف ام. انا معك، قول لي واش الاخت ديالها كانت مجوجه قبل منها؟ كانت مزوجه ومطلقه قبل منها وعاودت تزوجات، عاودت التجويزه الثانيه. ها هكا ايوا سيدي نمشيو منين درت هاد نمشيو انا وياك خلينا في الحقنه. اييه تكونوا عندها توأم. اه وصلوا ستة كانت خارجه خلعتها بنت اختها خسر لها ذاك الحامل. طاح لي هذاك الحامل كانت درت تلقيح وسط الانابيب. اييه طاح لي هذاك طاح لي هذاك الحامل. هذا الولد الصغير اييه يعني شحن بنادم بمعنى الكلمة. نقدر نقولوا هاد الحسد هو السبب. أنا كيبان لي واخا لأن هادي أنا دابا جاي معاك خطوة بخطوة. واخا سيدي أنا معاك. هي باش قلت لك باش غتولد باش غنعيط عليها باش غادي تقول لي أه واخا صافي. اه فهذيك لابيريود ملي خلينا فاش جا عمها قلت له هي هزات دايره بغيت عندي حتى مشكل ها هي ديها معاك من هاد العشيه تعشى عندهم وتبات عندهم. اها قال لي هكا بهذا الهضره قال لي الله يرحمه قال لي انا ما قالوش لي هكا. اه انا قال لي انت اللي حبستيها. ايه قلت له هي لا عمي ما حبسنيش انا ما جاوش عندي الوقت اللي مرات هي كان عامين هذه باش اخرى وهذه المهم الامور غاديه ذكي غاديه. اه نسيت لك السي مصطفى قول لي الوقت اللي خرجت هي من السبيطار. اه الوالده خصها تمشي في حالتها. اه كنشوف هي ما قدرتش ديك الساعه تهز ذاك الولد. ايه ما قدرتش تهزو ما عندهاش للدين. ما عندهاش الفرصه باش فاش القوه ما كايناش فاشله القوه ما كايناش. ايه قالت لي الوالد دي معاك. ايه داته معاها للبلاد دوز معاها عام. اه في البلاد. اها تا ودار دار العام ولا شي شويه عاد مشيت جبتو. جبت معايا عاوتاني الوالده. اييه حتى لهنا كل شيء مزيان انا هز داك الثقل ما عنديش له السبب والكمال على الله. اييه خسرنا فلوس ولكن الله هو اللي كيجيبهم حنا تكون غير نيتنا تكون مزيانه ما غتخيبش داك الشيء. اها غادي تنعس عاوتاني في السبيطار في 2000
وثمانية غتنعس عاوتاني في السبيطار غيبغيو يديروا لي هاد الدياليز. الله الله الله. ولا تصلحات مع دارهم يعني صلحهم داك عمهم ولا أيه. تمشي ولا تجي ولا تمشي ولا تجي. انا كنجي بعض المرات كيجيو عندها انا للدار راك عارف كنطلع السلام عليكم وعليكم السلام ندخل ناكل نخرج نمشي في حاله الخدمه ديالي. اه هي مع دار ما يمكنش نحرمها من دارهم. اه او تمرض غادي تمشي غتنعس غنكون خدام حتى كيعيطوا لي من السبيطار قالوا لي دابا تجي. مشيت مالك قالوا لي راه غادي يديروا لها الدياليز راه كتبوا لها الورقه غير يركبوا لها لاباري. اه اه مع انا كنت غادي في الطريق قلت انا منين عيطوا لي تعيط هذه واقيلا مات واش مات. وانا يلاه جيت عندها مع التسعود منين دخلت لقيتها قلت لها ما قالت لي راه قالوا لي غادير لها الدياليز وهذا قلت لها وكان قلت لها الحمد لله باللي غادي يديروا لك الدياليز وغادي يعتقوك. راك كنعرف ناس 20 عام كيديروا الدياليز اييه وهما عايشين راه العمر هو اللي كيقتل بقى كلشي كيشوف فيا. اه قلت لهم اللهم لك الحمد باللي غادي بعدا لقاو لك الحل الدياليز. اه خرجت السي مصطفى عند البروفيسور اللي كاينه في ذاك السيرفيس. اه السلام عليكم وعليكم السلام الدياليز فلان. قالت لي اييه الله يسامحها هذيك الدكتوره حتى هي دارت فيا ها طلعت فيا وهبطت فيا مع كنت لابس الحوايج ديال الخدمه. اييه قالت لي اه غنديروه وهي تعطيني بالدار وهي تزيد. اه قلت لها دكتوره جاوبني الله يرحم ليك الوالدين. قالت لي رانا جاوبتك. قلت لها واخا خليني نهضر معاك. اه قلت لها واش ما كاينش شي قلت لها واش ما كاينش شي زواج جربوه ليها اييه بلا الدياليز. اه قالت لي علاش. قلت لها لان جربتو فيها كاع جميع الدويات هاد السنين هادي انا اللي تقديتهم. اييه وهي تقول لي انت شنو كدير حيت شافتني باللبس ديالي عارفه المهنه ديالي. اييه كدير المهنه فين؟ قلت لها اييه. قالت لي راه كاين واحد الدواء اللي كان راه غالي عليك. قلت لها شحال كيدير يا دكتوره؟ قالت لي كيدير 8000 درهم. اه وغتاخذو قالت لي عامين. اه عامين ولا واش عام ونص؟ اها قلت لها قلت لها دكتوره خرجوا عليا. اه خرجوا عليها. قالت لي تقدر تاخذو. قلت لها ناخذو ان شاء الله. اه علاش؟ اه سي مصطفى نعم انا خسرت فلوس غليظه ماشي انا عاد غنقول بسم الله. اييه خسرت فلوس طائله. اها قالت لي حنا غنعطيوها باش تبدا الشهر الاول. قلت لها شكرا. أيه. اذا ديك الورقه اللي كتبت فيها ركبوا لها لاباري وهي تكتب لها عطيوها الدواء الفلاني الفلاني. أيه. لا ديك الاسم ديالو. اييه اييه قالت أه. رجعت عندهم للصاله اللي كانت ناعسه فيه. اييه قلت لها راك ما غاديريش الدياليز. اها قلت لها راك ما غاديريش الدياليز. أه. قالت لي كيفاش؟ أه. قلت لها مشيت لعند الدكتوره راه قلت لها واش كاين شي حاجه؟ قالت لي نجي نجربوا لك واحد الدواء. ما قلتش لها كيدير ذاك الدواء كما غالي حيت هما ديال الدواء خاصه ما بين الدواء وتحاليل. اييه قالت لي كما غالي. قلت لها لا ما غاليش واخا انا عارفه داير 8000 درهم. قلت لها لا ما غاليش. اه صافي خرجت في حالاتي جيت في حالتي للدار مشاو في حالتهم العائله ديالها باللي جاوا عندي عيطوا لي. اه بداو كيبكيو امها انا كنهضر دابا امها راه في دار الحق. اه حنا احنا باقيين لا اله الا الله. عيطوا لي قالوا دابا اللي عطى الله هو هذا. أه. الله يرحم لك هكا بهذا اللفظ هذا. اه احنا غنتعاونوا معك في الدواء. قلت لهم شوف هاد خرجتهم في قلت لهم شوفوا الا عاونتوا راه عاونتوا بنتكم. اييه ما عاونتوش راه بنتكم اللي ما عاونتوش. اييه ثم انا دابا ديك الدار اللي لتحت غنبيعها. أه. ونصرفها عليها. اييه ويلا كان نقدر حتى الفوق نبيعو ونعاون نزيد نطلع. اييه قالوا لي لا حنا غنعاونوك. قلت لهم الله يسهل حيت خلعوني. اييه حيت انا يلاه طلعت للدار جاو كيصونيو عليا وما بغاوش يجيو للدار. اييه قلت لهم علاش ما جيتيش للدار؟ لا ما بغيناش نهضرو قدام الدراري وهذه وهذه. قلت لهم ماشي مشكل. اه غير انا والوليده ديك الساعه قلت لك راه الدراري صغار. اييه ملي خرجت من السبيطار وصل راه الشهر باش نشري ذاك الدواء. قلت لها اللي قالوا لي خواتاتك وامك كاينه كاين ملي قالت لهم واش غتعطي؟ قالوا لها احنا ما قلنا للحبيب حتى شي حاجه. اييه احنا ما قلنا ليه حتى شي حاجه. جات قالت لي اودي راه قالوا لها اللي كاينه اللي كتكسر ماشي مشكل راه يمشي يجيب لك الدواء. اييه كنقلب هذاك الدواء في الفارماسي ما لقيتوش. اها وليت كنهبط تما فيه كيجيبو في المقر ديالو لابورتوار ديالو. اييه جات كنشري الامور غاديه مزيان. اه صافي ولات بخير ولات بخير حيدوا لها ذاك الدواء المهم
حنا الفلوس ما كنحسبوشها خسرنا، يما الا جيت نحسب راه قيمه دار. اه جلست بعض المرات كنجلس بها كنلقاها واصل واحد 70 خسرها. وانت وانت كانت عندك شي تغطيه صحيه؟ كان عندك شي تامين ديك الساعات؟ كان لا ما كانتش عندي تغطيه صحيه، ما كانش عندي تامين. اه بحكم المهنه ديالي فهمتيني، بحكم هي المهنه ديالي هي طلقت في الطاكسي ديك الساعه، طلقت في الطاكسي هي خرجت من السبيطار. ملي خرجت من السبيطار هي في النعسه ديال 6 شهور الاولى، ما بقاش عندي لوغو باش نخدم في شي طاكسي، صافي طلقت من الطاكسي باش دزت لهاد المهنه هادي. ايه بحكم المهنه في المحل ديالي. ايه درتي شي تجاره؟ كانت الامور لا درت هاد الصناعه اللي عندي. واخا بحكم كتلقى مع ناس بحال وجهك هكا، كاينين الناس كاين الوجوه فهمتي يعني. لا ما تغطيه صحيه، ما كاين لا تغطيه صحيه لا تامين، ما كاين حتى حاجه. ايه ما كاين حتى حاجه. اه تل 2020 هي غيمر الوالد عندي الله يرحمه. الله يشمر برحمه الله. اصاب مرض السرطان. اه الله يرحم والدينا والديكم والدينا المسلمين اجمعين. امين ان شاء الله. غادي يجي غادي ينعس عندي هنا في الرباط هنايا. غادي يتعالج. غادي يدوز عندي 6 شهور. 6 شهور غادي يدوز عندي. السيده ولات تقلبات عليا هنا البدايات ديال المشاكل معاها. وهي صافي تقوات ديك الساعات برات كليا ولا باقي تقوات؟ باقا لحد الان لهاد الساعه باقا متبع الطبيب، وانما بخير فهمتيني. ايه وانما بخير ما تشوفها بحال ما مريضه، وانما انا اللي عارف راها مريضه. وهي ولكن واحد ما يقول لك لا ما عندها حتى شي حاجه. واخا هي لحد الان باقي كتعاني. دابا لحد الان باقي كتعاني. غيجي الوالد الله يرحمه وغادي يدوز عندي غير 6 شهور. اها غيخرج من السبيطار نهار اللي غيبدا الحجر الصحي. اه باقي كنعقل وجاب الجمعه. ايه غيخرج مع هذيك 11 النهار. جا قال لي رانا ساليت الحصص ديالي. قلت له ماشي مشكل. دفعت معايا هي نيت باش بغا ينعس هنايا، هي اللي جرات معايا حيت عارفه الوالد كان غينعس منطقة أخرى. قلت لها لا خصو يجي ينعس عندي هنايا. هي عرضت ولكن ماشي عرضتني فاس فاس. كتجيك من قلت لها لا غنجيبو عندي هنا، يعني الوالد ديالي إلا كان في هذا اللاج هذا اللي محتاج ليا يعني راه صافي ما بقاش. دابا شنو الفكرة اللي كانت تقول لك لا وراه ما نقدوش عليه وراه راجل كبير؟ شنو الفكرة اللي كتقول لك؟ لا الفكرة اللي كتقول لك لا حيت هو كان عنده على حسب المنطقة اللي فيها. كان خصو يتعالج. هي الا بغيتي تجيبو عندك هنا خص دير له لاكارت ناسيونال. اه على حساب الجهه حيت تقسم دابا هادشي ديال وزاره الصحه على حساب الجهه. هي مندوبيات الجهويه للصحه. هي بالنسبه للمرض ديال تما ديك المنطقه اللي عنده فيها البطاقه الوطنيه هي اللي خصو يتعالج فيها. يعني كاين بزاف الاجراءات الوثائق باش تجيبو لعندك هنايا. سينو غادي تصاوب له لاكارت ناسيونال كون كوره ساكن هنايا. هي مهم قدينا الوثائق جبنا عندنا هنايا نعس هنايا الدواء نهار اللي خرج نهار الكورونا نهار اللي غيبدا الحجر الصحي جاب الجمعه. ايه جا قال لي دابا رانا ساليت الحصص ديالي. قلت له عارفه الوالد رانا شاد الحساب. قال لي غندوز واحد 3 ايام ولا 4 غاتديني للبلاد. قلت له لا غاتجلس معايا هاد الحجر الصحي هنا. قال لي لا خليني نمشي للبلاد لقيتي نخرج. ايه ماشي بحال هنا في المدينه. قال لي واش انا نبقى ما بين جوج حيوط ما تخرج هنا مع هذيك؟ قلت له ماشي مشكله الوالد اللي بغيتي. دابا راه خصنا نوضو دابا. ديك الساعه كانت شي 11 النهار. ايه 6 د العشيه غيسدوا. ايه غيسدوا الطرقان. ايه النهار الاول. ايه قال لي شنو شرحت ليه؟ قلت له كيفاش كيفاش؟ قال لي نوض نمشيو دابا. ايه خرجت مشيت نسي بالطوموبيل باش نهز نديهم. كتعيط ليا في التليفون. أيه. باش غنقول لك غيبدا الامر عطيت ليها في التليفون غتقول لي تجي دابا تهز باك تديه في حالته يخرج عليا. يلا رغم هاد المعاناه كلها. اه نكذب عليك السي مصطفى. اه في ديك اللحظه. اه ما بقى كتبان لي حتى شي حاجه. ما بقى كيبان لك لا داكشي اللي درتي صرفتي انت وياها لا داكشي كامل ما حاجه. اه يا حتى حاجه. كلشي كيدوز ليا سي انت قدام عيني. ما بان لكش داكشي اللي كان قال لك الوالد قدامك ما داش؟
بان كلشي قلت لك قلت لك ديك السنين كلها اه دازت قدامي ديك 25 عام دازت قدامي دازت قدامي هب في ظرف قصير بان لك ديك 29 ديك 25 عام دازت من حداك دازت حدايا بحال لك تلاقيت معك هنايا وتفارقنا ايه هي ما قلتش ليها رانا مشيت نجيب الطوموبيل غندي الوالد حيت بحكم الدار عندي الفوق والتحت وهذه الوالد جت الوالده جت خويا اه باش يقابلوه ايه فهمتيني باش نفرق باش نفرق كاع داك حيت قلت لك راه كاينين الحجازات ايه باش نفرق دوك المشاكل كلها انا ماشي واحد ايه ما جاوبتهاش هي ما عندبالهاش بلي انا مشيت نجيب الطوموبيل ايه باش نديهم انا الوقت اللي خرجت هبطات هي بعدا شتات عليهم داك الدوسي ديال السبيطار ديالو اها بقات تعرف واحد الاخ ديالي انا ما فرسيش هادشي مشيت انا جايب الطوموبيل ايه قال لهم الواليد ما تقولوا الحميد تقولوا لي حتى شي حاجه اللي دارت لنا ولا حتى شي حاجه ايه بدات كتسب في خويا والمهم مشاكل الصداع انا الصداع اها جيت لقيت الواليد حيت قلت لهم يلا ما غاتجلس قال لي قلت لي يلا جمعوا الحوايج باش نمشيو دابا باش قلت لهم السته تلقانا شادين الجبل ايه اه باش ما باش ما باش ما توقفش علينا الطريق باش ما يحبسوناش ايه حيت داك النهار اللي غيبدا الحجر صحيح ايه هزيت الواليد راه ما قال لي راه قالت لينا ولا الدف زات معنا ولا شي حاجه قال الوالده ما تقولوا لحم حتى شي حاجه هو يشد الطريق بلا ما تضروا نجيوه في راسه ايه حيت عادي منين جينا هابطين من الدار هو يغوت لها الواليد قال لها فلان انت قالت له نعم قال لها اسمحي لنا هكا بهذا اللفظ ايه انا ما على باليش ايه قال لها اسمحي لنا الا ضيعنا لك شي ما ولا درنا لك ولا هذا ايه قلت له الواليد ها ما كانش كتقول لي اسمح لك ايه الدار دارك احنا هذه غنخليوها احنا غتخليها انت ونخليها انا وكلش غيخليها اه حاجه اللي قال لي قال لي مسكين الله مسكين الله يعني هو اللي فراسه فراسه مسكين اللي فراسه فراسه لان قال الواليده اه شنو قال لك هو مسكين الله يرحمه قال لي الله الله وليدي بهذا اللفظ هذا الله يرحم والدينا والديك والد المسلمين اجمعين اي اه يا اخويا هبطت شدي الطريق اه هبطت شدي الطريق كانت الجمعه باقي كان خرجت مع 12 ونص النهار اها شتي الوحده الليل عاد وصل دوزت تما ثلاث ايام اها الجمعه السبت الحد الاثنين جيت بالزيت راك عارف الطريق كي دايره ايه الحجر الصحي ايه جيت بواحد المشقه ايه جيت بواحد المشقه وصلت حتى لهنا الامور صافي الراس عندي ما ماشي هو هذاك اها وليت كنشوف هاد السيده انا كاع هاد الخير كامل اللي درت هادشي اللي درت وانت ديك الساعات ما في خبارك والو ديك الساعات مشيتي للبلاد ما قال لك اه ما قالوها ليا ايه هكا قال الواليد والوالده قالوا لا بلا ما نجبدوا الى الصداع لا والو خليه مع ولادو ترونكيل حتى شي حاجه خليه ما نقول ليه حتى شي حاجه لان كي قلت لك صافي تلازو عندك الولاد ايه ولادك راه ولاو رجال راه كبار واش الواليد باقي غادي صافي الامور صافي اللي عطى الله عطاه صافي ولينا عائله وانما راه كاين الغدر من الاخر واخا جيت بقيت خدام عاوتاني سي مصطفى اه الامور على احسن ما يرام اه يعني داك الشيء اللي كنصور ما خصنيش علاش شنو في الاخر شنو لاحظ شنو لاحظ واللي تلاحظ اه ما خصنيش نفوت واحد النيفو اها اولا قلت نقول لها راه بغيت نمشي للبلاد ولا شي حاجه ولا هذه كنشوفها كتغير اها يعني انا بحال مستغل اها واش فهمتيني ايه يعني انا ما خصنيش نقول انا بغيت نمشي للبلاد ولا بغيت نمشي ندير هذه ولا ايه في نظرهم انت دابا يعني دابا هي في نظرها مني مرضات وشدات وداك العلاج ديالها وعرفتك باللي هي مثلا هذا قالت ربما غيمشي للبلاد ربما اصلا هما ما كانوش باغييني ربما يقدروا يجوجوا يقول لي انت ديك اللي بغيتي راه مرضات اجي نجوجك من البلاد بعدا حدانا هنا سي تروطار لا واش هي كانت كتفكر في هذا الامر هذا لا 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 غير الحقد كون كتفكر فين غتمشي كون كتفكر هذيك الوقفه اللي وقفت انا معاها والله سبحانه وتعالى هو اللي وقف معها ماشي انا عائلتها اللي خوتها وكلشي لها اه درت معها شي حوايج اللي ما غايديرهمش شي واحد
علاش الناس علاش كيتزوجوا السي مصطفى؟ ايوا ما كيتزوجوا الا علاش كيتزوجوا يتعاشروا ولا غطي حنت غير المراه طاحت المراه غيهزها الراجل الا ما كنتيش غتهزي ولا غنهزك بالسلامه ما نتزوجش ما نتزوجش كاع جيت الامور المهم انا ما بقيتش كنتفكر ديك الهضره اللي قالت لي ديال جيزه يا والديك ديما هذه كدوز ليا في راسي هي ديما كدوز ليا في راسي شو اللي كنقول كنقول الدراري كيقراو هي الدراري موفر لهم كلشي كنقر لهم يعني ما خليت عليهم حتى شي حاجه كي كنقول لك الناس كانوا كيستمروا في الاراضي وفي الديور هذه انا كنت كنستمر في ولادي قريتهم بريفي كاملة قريتهم بريفي وصال الإعدادي الثانوي نوض معاهم رسمير سمير سمير أنا معاهم نهزهم ندي عشنو كنقول كنقول أنا في الخدمة كان شي حاجة ديال الإدارة بحكم هي قارية ولكن ما لا إله إلا الله تمشي معاهم الإدارة شي حاجة ديال الإدارة عشنو كنقول أنا كنقول المرأة هي في الدار أنا رانا في الزنقة رحنا معاونين توصل العيد وصل العيد الصغير ديال كورونا اللي كانت فيه كورونا غيدور لي الواليد نهضر معاه صافي هو هذاك ضربات ديك ال 11 غيدور للولد ديالي الكبير احنا جالسين هكا جالسين مجموعين غيدور للولد الكبير ديالي غيقول له عطيني التليفون ديال خالتك هذا الواليد الله يرحمه بدا كيشوف فمو داز واحد الاشاره بعضياتهم دارت له هكا بصبعها لا يعني لا انا جالس بعيد دارهم ولا شي حاجه ما كانت تدخلش بزود ما كتسمعش الا جيتي الا جيتي تحقر في اي حاجه ما غات ما من نهارك الله يعاون شويه ويدور لي الوالد انايا لا قلت له نعم قال لي اعطيني التليفون راه دابا غرت دابا لولدك قال لي يا ما بغاش يعطيها لي راه قالت له مو ما تعطيهاش ليه يعني هذا الشيء اللي قال لي انا شفته قدامي هي عاد قال لي فيك انت قلت له انا في الدار قلت له قولها لي انا نعطيها لك ما عندكش المشكله الوالد قولها لي انا يا علاش غيطي قال الاول علاش بغا هو اخت المراه علاش بغا التليفون هو اخت المراه انا نقول لك علاش بغاها هي قلت له انا نصيفطها لك صافي قطع قال لي وبلاتي نقول لك قلت له شنو قال لي انا نحسبهم لك 10 المرات انت رانا مسامحك رانا مسامحك رانا مسامحك مرتك رانا ما مسامحاش الله 10 المرات قلت له هكا قلت له الواليد قال لي نعم الله يرحمه قلت له الله سبحانه وتعالى كيسمح لنا وكيغفر لنا علاش انت ما تسمح سمح انت لكل شيء لان الله حتى هو كيسمح لنا كنديروا بزاف د الحوايج وكيسمح لنا الله سمحت انت غير سمح قال لي قلت لك لا انت انا مسامحك 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 الدنيا واخره وراه ما صار بيناتنا حتى شي حاجه راه هادي راه ما وقعت حتى شي حاجه بيني وبينك انت راه بحال النهار الاول اللي قال لي سافرتي راه بحال اليوم ولكن هي رانا ما مسامحهاش قلت له الوالد انت اللي الوالد انت اللي تعرف صافي ما بقيتش بغيت معاه هو بحكم المرض ديالو عرفته مريض وهادي ما بقيتش نزيد ندير له الخاطر قلت له انت اللي تعرف الوالد وبديت نضحك معاه وصافي فعلا عيطت لختها الهضره اللي قال ليها اللي قال لي انا اللي قال لختها قال لي انا ما مسامحهاش اللي دارت معنا وكتعاير فينا ودارت لينا وفعلت لينا وحنا غاديين في حالتنا ذاك النهار ذاك النهار حنا كنا غاديين في حالتنا صافي دازت الامور هكاك وصل العيد الكبير الله يرحمه هي فين غيموت هو في العيد ما شاء الله العيد الكبير ديال كورونا ليت اي والله ينعموا مسكين غنمشي الله يرحم والدينا ووالديكم امين غنمشي غنهضر مع الوالده دازت الجنازه بقيت نهضر مع الوالدك لا ودير الوالده راه دور لي الوالد نهار العيد اللي قال لي اللي قال لي علاش حيت منين مشيت انا ما بغيتش علاش عاد قالت لي ولدي ها كيفاش وقع لنا النهار اللي مشيت انت تجيب الطوموبيل وها كيفاش وها اللي وقع زدت تكررت اخي مصطفى وسيت لك شتي النهار اللي مات السي مصطفى النهار اللي مات عيط لي اخويا قال لي انا في المدينه انا نط
جات كتشوف فيا قالت له ما جا ما جا ما جا ما قالت ليش شنو كاين. هي قلت لها صافي انا جاي انا غادي نجي. قالت لي شنو؟ قلت لها الوالد مات. شنو قالت؟ شنو جات معايا زاتني هضره وحده. قالت لي والله يرحمه. هذا هو الجواب. لحد الان لهذه الساعه هي ماشي نمشي معاك ولا تواسيك مثلا تحس بها حداك وتقول لك ودي راه الا مات هو راه ان شاء الله كلنا معاك وفيك الخلاف بصفه نهائيه سي مصطفى بحال الا شي واحد ما كانش كاع كيعرفك وتلاقيتي معاه غير تلاقيتي معاه صدفه ايه ما كيعرفك حتى شي حاجه وقلتي لي راه الوالد مات غايقول لك اوتوماتيكمون غايقول لك والله يرحم ويرحم والدينا والديكم. يقدر يزيد لك الله يرحم والدينا والديكم. هي افوا قالت لك والله يرحمه. هي طلعت جمعت الحويجات ديالي هبطت شديت الطريق مشيت. ماشي منين وصلت عزت ما عزت حتى شي واحد. خوتي هي الوالده خواتاتي وتقول واش هزت التليفون تعزي شي واحد. وتقول يعني السي مصطفى اش غتنتظر؟ انتظر. نعم انا معاك صافي. دازت الامور 2021 2021 كريت واحد المحل بغيت نصاوب فيه واحد القهوه. ايه قلت انا ما عندي لا تقاعد لا حتى شي حاجه يعني ندير شي حاجه اللي تخدم عليا. ايه حتى انا واحد الوقت. ايه جيت تشاورت معها لان الزوجه ديالي هذيك والولاد ديالي هذيك اي حاجه درتها راه غادي نديرها ليها ولولادي ولراسي انايا انا ما عنديش انا شي حاجه اخرى. عندي الوالدين ديالي وعندي ولادي ما عندي حتى شي حاجه اخرى. ايه كي قلت لها راه بغيت ندير واحد القهوه كاينه كاين قالت لي لا. قلت لها دير لا قهوه لا حتى شي حاجه. وقلت لها اش غادي حيت اي حاجه كنبغي نديرها كنبغي ندير نمي المشروع ديالي ولا شي حاجه ديما توقف ليا في الطريق. واش نقدروا نقولوا باللي اي حاجه بغيتي ديرها ما كتحاول دائما تفشلك باش تبقى ديما تحت الطوع ديالها نتايا ما تمشيش تجواج ولا ما تمشيش دير شوف شي حاجه. دابا انت جيتي ختمتي كلشي القصه هكا. جيتي انت دابا حتى الاخر ختمتيها ختمتي بالنوايا ديالها هي. هي 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 اشنو قلت لها انا باش جاوبتها؟ قلت لها انا دابا جيت قلت لها انا دابا جيت تشاورت معاك. ايه وما تشاورت معاك حتى درت الكونترا مع السيده. ايه اللي كريت عندها. ايه لان الا قلتها لك قبل دابا درت شغلي انايا. ايه قالت لي ما غتخدمش في هذيك القهوه ما غاديرهاش. ما غاديرهاش السي مصطفى غتقلب غتعطيني ظهر اخر. غتقلب ديك السيده بما علاش علاش بحكم انها كيبانوا لي الدراري كبروا. كيبانوا لي الدراري كبروا. واحد البنت تزوجات. هي الاخرى ما بقى لها والو غتخدم يعني انت ديك الساعه دابا غادي تقول دابا الدراري كبروا اذا دابا داكشي علاش كان هو صابر راه صافي ما بقاش غادي يبقى صابر غيلوحني اذا الى مشى تما داك الرزق ديالو ما غاديش نبقى نبان ليه انا كاع. بالضبط السي مصطفى. ولكن عند ربكم تختصمون. عند ربكم تختصمون بالضبط السي مصطفى. مشيت بديت في ذاك المحل انا كنصاوبو. خديت عندي شي بركه. خديت شي كريدي. عاودت بشي كريدي بديت كنصاوب في ذاك المحل. خسرت فيه واحد 30 مليون ولا 35 مليون اللي خسرت فيه. نعم بداو المشاكل منين بديت فيه انا في ذاك المحل. بداو المشاكل. ديك الاخت ديالها اللي قلت لك هي وياها الراس على الراس. قالت هي وياها الراس على الراس كان ذاك الشيء كامل انا اللي كنت كنقولو ذاك الشيء. لا علاقه لها بهذا الشيء كله هو يعني الهدف ديالنا هو انت. يعني خصك تطيح وربي ربي تعرف يعني انت خصك تطيح وربي كبير. علاش يا ودي السي مصطفى اش غادي نقول لك؟ ما شاء الله. ما شاء الله انا كنمشي للدار ها
هاد اختها هادي الراجل ديالها واخا ما خصناش اها شتي كيكون جالس كيهضر كتقول له سكت. واش هادو ناس؟ واش هادو واش هادو عيالات؟ انا ما فهمتش. الراجل كيهضر كتقول له المراه سكت نط ناس كينوضي ناس اها نوضي ناس اها بزاف بزاف بزاف. ديك القيمه القيمه الاعتباريه لذاك الراجل في الحياه وفي البيت وداك الشيء ما كايناش ما كايناش ما كايناش ما كايناش. حنا ما متربيينش على داك الشيء. حنا ما متربيينش على داك الشيء. الراجل راجل المراه امراه. قد بشغله وما خصها حتى شي حاجه وكون غير خصها بشي حاجه سي مصطفى. يعني الاثاث المنزليه ما كايناش شي حاجه اللي تقول خاصني وما تلقاهاش. نعم العجانه تعجن بالعجانه يديها ما عمرها حطاتها في العجين. او لا واش ملي كتوفر لواحد بنادم مثلا كتوفر له شي حاجه اكثر من القياس ديالو كيولي نقدروا نقولوا نقدروا نقولوا من ملك الشيء اهانه. دابا هي دارتك في كما كنقولوا بحال ملكاتك صافي ولكن ما تبغيكش تمشي اييه ما تبغيكش تمشي لشي بلاصه اخرى ولا تكون شي مشروع ولا تكبروا. خصها كيما لقاتك حداها خصها كيما لقاتك حداها وانت وهي مريضه خصك تبقى ديما حداها وعندك لا تفافه في نظرها الا كبرتي داك الرزيق ديالك حيت الاولاد غادي يكونوا كبروا وداك الشيء اللي كيبان ليها هي. هذا هو اللي كيبان ليها هذا هو اللي كيبان ليها صدقات صدقوا مشاكل اييه انا معاك صدقوا مشاكل حتى في ذاك المحل اللي كنت غنصاوب اها حيت جيت في الاخر كانت خاصني شي بركه قلت نجي غادي نرهن الدار ديالي بشي بركه قليله اييه غنرهنها وغنكمل ذاك المشروع راه غادي يخدم غير عام حسبنا اللي غيخدم غير عام غادي نرد لذوك الناس المسائل ديالهم وغيمشيو في حالاتهم. هذه العمليه درتها ديجا وقضيت بها الغرض وهذه المهم عادي عادي قالت لي كنون لا وتقول بس ما تقول ليش كي قالت لك يعني خصك تحبس تم اييه صدقوني فعلا وقعوا مشاكل مع السيده اللي كريت عندها المحل خصها فلوسها ولينا في المحاكم معها حتى هي بسبب المراه ديالي. منين جيت بغيت نرهن الدار عيطت ليها البنت قالت لها جي راه جاب شي ناس وهذه وهذه جات هي كانت خارجه تسخر تخيل السي مصطفى هي شاداني والبنت والولد كيضربوا فيا. ياه الدراري حتى هما كاع دابا دورات الدراري لعندها. شنو قالت لهم الدراري؟ الدراري دوراتهم لعندها يعني انا ما بقاش يتصنت لي حتى شي واحد. باكم ما عرفت فين غيزيد ورا ما عرفت فين غادي ورا ما بقى كيرصي على حتى شي حاجه ولا كيضيع راه كيضيع عليكم رزقكم راه بغى يشردكم راه بغى يفعل لكم راه بغى يترك لكم يعني. هي هذيك بدات كضرب فيا البنت هكا درت فيها هذيك زعما ديك المكابره معاهم وصغرهم وترابيهم وداك الشيء ما قرر فيهم حتى شي حاجه ما كانوا كيلاحظوا. شوف السي انا لحدي الان لحدي الان لهذ الساعه ما بغاتش تفهم ليا كانوا ولادي معايا انا كنت ولادي كنت مصاحب معاهم إيه. ماشي كنت ديرهم ولادي كنت مصاحب معاهم اها فهمتيني كنت مصاحب معاهم ووقف مع وقف معاهم نيت بمعنى الكلمه ماشي وطلق الزنقه اييه والدهم وتابعهم حاضن عليهم والدهم حاضن عليهم اييه هزيتهم ديتهم دخلتهم لاصال باش ما يتبلاوش يعني داكشي اللي عندي انايا ايه اللي ما داكشي اللي ما وصلتوش انا قلت نوفروا فيهم هما اها ندي من المدارس المزيانين البنت دابا انا عندي كدير الدكتوره اها دابا هذا العام الاخر عندها في الدكتوره اييه هذه هي اللي قلت لك هبطت بدات كضرب فيا درت فيها ها قلت لها عندك صحابي كتقصحيني اها قلت لك كذا قصحتيني في قلبي اها اما ديك العصا قلت لها كليت عليكم العصا في الزنقه فين تبان هذيك اللي كتضربي دابا انت الله الله صافي السي مصطفى ديك الساعه نكذب عليك اها ما بقى كيبان لي حتى شي حاجه صافي صلاه النبي قلت هذه هي النهايه
نفرتي نفرتي صافي ما قلتي ما بقى والو مني هاد المراه كاع اللي داز فيها هاد الشيء وصرفتو فيها وهاد الدراري كاع انا وهزهم من صغرهم باش يضربوني صافي اش بقى كاع ما بلاش بقى كاع باش قلت لك الدراري انا باش ماشي شي واحد غابر على ولادو اييه ماشي شي واحد غابر عليهم شتي الوقت اللي كانت ناعسه في السبيطار كانوا الدراري باقيين صغار كيعرفوش هما مريضه ولا شي حاجه انا البنت باغا دير الشعر باغا تقادو فهمتيني شديتها انا وجلست كنصاوب شديتها انا وجلست كنصاوب ليها اييه يعني باش نوفر ليهم باش ما يحسوش باللي راه مهم ما كايناش اييه رغم ما كاينش العائله ديالهم داكشي خصني نوفر ليهم انا اييه هاد الصغير هذا كان بغى يمشي يدوز ستاج في واحد المدينه اها يتقرا ستاج في العام الاول ديال فلافاك اها قالت له لا ما تمشيش بدا كيبكي قلت له مالك قالت لي يا ماما ما نمشيش ندوز ستاج في ديك المدينه قلت له انا هكا بهذا الهضره سي مصطفى قلت له واش انت غتمشي تدوز ستاج ولا بغيتي تمشي تسالى تدوز كونجي قال لي لا بغيت نمشي ندوز ستاج ها الورقه وجبدها ليا وهذه وهذه قلت له صافي انا غنعطيك ماشي شغلك ماشي مشكل اه عطيته الفلوس قلت له هاك سير دو ستاج ديالك منين ما دارش هو بالهضره ديالها باش تعرف خصها ترد منين ما دارش بالهضره ديالها هضر بالهضره ديالي اه شهر ما كيهضروش معاه شهر ما كيهضروش معاه خوتو البلاصه اللي مشى يدوز فيها ستاج خوتو ولا امو وانا كنهضر معاه كل نهار كنقول له واش هضرتي مع امك شهد الله وخوتك قال لي راه كندور لهم حتى واحد فيهم ما بغاش يجاوبني اه يعني انت درتي الهضره ديال باك والسير تبع باك yeah. ومنين رجع من داك السطاج بدا كيهضر معاهم منين دار لجيتهم هما ما يتسوقش ليا انا ما يتصنتش ليا ما كاينش المشكل صافي هانيه ماشي مشكل متى سي مصطفى هي مشيت لجأت للطلاق صافي منين وليت نتضرب شت راسي غادي ندير شي مشكل ولا شي حاجه بقيت yeah. كنشوف فيه كنشوف فيهم هاد الولد هذا عطيتو الطوموبيل جا حط الطوموبيل النهار اللي عيطت ليهم الاخت ديالو هبط جا عندي قال حط التليفون وحط السوارت وجاي ليا بغى يضربني قال لي مالك بغى يضربني بقيت كنشوف فيه انا ما نكذبش عليك قلت له هاد القضيه اللي درتي كيديروها الناس مع شي واحد عندهم مالك بغيتي تضربني انت ضربني هو كنت غير كنشوف فيه هي باش غدوز واحد القسمين باش غتهبط البنت باش غادي الام غادي تشد البنت كتضرب بديتها كنشوف فيهم انا والله حتى بديتها كنشوف فيهم ماشي زعما كنرد عليهم ولا مصدوم انت بداكشي اللي كتشوف مصدوم بداكشي اللي كنشوف لان انا كيقول لي شي واحد بحال هاد الامور هذه كنقول له الله يهديك واحد الله ديالنا حنا صغير كنسمع بحال هاد الامور كنقول له لا ما يمكنش توليت انا طحت في هاد المشكل هذا لجأت للطلاق اها مشيت عند المحامي قلت له صافي غادي نطلق وغنبيع ديك الدار نعطيها 50% ديالها اها انا كاتب ليها 50% اييه وناخذ 50% ديالي اييه والله يسخر ولادي قلت لي انا غادي واخا مهما داروا ولادي هادشي كله هو انا غنكري لهم فين يسكنوا ما عنديش مشكل اها مهما كان هادشي كله هو غنكري لهم فين يسكنوا ما عنديش المشكل المهم يعني نمشي في حالتي حتى انا خصني نخرج نمشي نخدم على راسي عاوتاني في بلاصه اخرى اييه مشينا للمحكمه دخلنا عند القاضي قال لي مالك شكون اللي طلب الطلاق قلت له انا قال لي علاش قال لي علاش حز في نفسي باش نقول له اولادي كيضربوني ما قدرتش نقولها له اييه هو راه عنده مكتوبه في المحضر قال لي قلت له ودي هل اللي كاين قال لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد اللفظ هذا ايه غنمشيو للمحكمه ديك النهار سي مصطفى حنا اربعه الناس غندوزو عند ذاك ذاك القاضي إيه. نفس القصه ديالي اربعه ديال الحالات بحالك اربعه ديال الحالات غيقول لها ديك كتيبات الضبط اللي معاه قال لي هذا هو الرابع في هذه الحالات اليوم ايه هكا غنسمعها اييه
دار لعندها هي قال لها وانت اش كتعاودي في هذا الشيء اللي كيقول هذا السيد؟ قالت له لا انا ولادي ما ولادي. قال لها ولادكم بجوج، علاش هو ما قالش ولادي؟ كيفاش انا ولادي ما ولادي؟ ما فهمتش شنو الفكره اللي وضحت لي؟ مربين. وضحت لي انا ولادي مربين ما يديروش هذا الشيء اللي كيقول ما ما يديروش هذا الشيء، ولادي مربين وكيقراوا هذه. قلت له استاذ، قلت له ولادي ولادها مربين ايه، قلت له ولكن هذا الشيء اللي كنعاود لك راس ضمني تا انا، راس ضمني تا انا، انا الطلب راسي تصدمت. وهذه السيده هذه اللي درت معاها راه 22 عام وهي مريضه، ايه شحال خسر عليها. المهم عاودت له هذه القصه اللي عاودت لك، عاودتها له باختصار. ايه دار عندها هي قال لها قولي لنا شنو كيدير، شنو المشاكل اللي كيدير هو. ايه قالت له كيطلع كيبدا يغوت علينا. هادشي باش دخلت لي. ايه قال لها كيفاش كيغوت؟ شرحي لي شرحي لي. اه شنو هو الغوت؟ واش هكا بدل؟ قال لها واش كيشرب الخمر؟ كيطلع كيشرب الخمر. قالت له لا. اه وقال له كيفاش كيغوت؟ قالت له كيتقطع وكيبدا يغوت ويضل عندي انا. قال لي شنو كتستعمل داك؟ انا كنكمل الكارو. اه قلت انا الكارو هو اللي كنكمل. ايه هي سولها. اه قلت له استاذ هاد السيده اللي درت معايا اللي بقى كيشوف. اه قال لي انت هنا منطقه؟ قلت له هنا منطقه. قال لي هو كنعرف دوك الناس زعما الله يعمرها دار وكذا والطافي، الله يعمرها دار وكذا وكذا. قلت له استاذ اه حسبي الله ونعم الوكيل. اه عرفت الشيء غادي نقول لك. اه دار شاف فيا بهذا اللفظ هذا. قال لي فلان. قلت له نعم. قال لي الكره عندك؟ قلت له قلت لك الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. اه خرجنا للجلسه الثانيه وكذلك قلت لهم الصلاه على النبي. بقات جلسه وحده باش يتحكم، بقات جلسه وحده باش يتحكم. غتجي البنت اللي مزوجه كاينه في الخارج. ايه غتجي هي والراجل ديالها. اها طلبوا بداو كيزاوبوا وحنا وراك عارف. اه صافي سير دير هاد البنت اللي مزوجه، هاد البنت اللي مزوجه براجلها. نعم. هي ما اداتك ما وصلتك حتى شي حاجه؟ هي حتى هي وصلتني. وصلتني هي كتصيفط لي ميساجات كتعايرني فيهم. عشان نقول لك الا كان على وعي هو هذا ولكن ماشي على وعي، ولكن لا اثر فيهم شي حد ولا لا كان داك الشيء اثر فيه شعواده مثلا؟ كتحس انت بهذا الامر؟ حسيت بها. انما يمكنش واحد ولدك ما بين عشيه وضحاها ماشي هاملو ولا فهمتي يا سي مصطفى؟ اييه شحال هذه باش وصلتوا للطلاق؟ ماشي هاملو في 2021 يعني 3 سنين دابا انت بوحدك؟ حسبني بوحدي. لا درت تنازل، درت تنازل يا سي مصطفى. اييه مني جات البنت قلت لك وراجلها طلبوا وصافي سير الى بغيتي ترى عندك الدار ودير تنازل وهذه وهذه وهذه. اها مشيت درت بقات للحكم شي يومين. اييه بقات للحكم. اييه درت تنازل. قلت صافي وليت انا سي مصطفى شنو قلت؟ اه قلت صافي زيد جر. المهم انت عارف شنو كاين غير زيد جر. ايه غطي الماء بالغربال. وعلاش بغيتي تغطي زعما مع ان الانسان ما كيقلبش على شي حاجه كتوجعه؟ علاش انت بغيتي تغطي داك الشيء؟ حنا كنقول سي مصطفى ربما يتغير بنادم ولكن ما كاينش التغير. انا كتشوف دوزتي 30 عام ياك؟ اه دوزتي 30 عام. إيه ربما يتغير بنادم، ربما يتغير بنادم. وراه هي تغيرت، راه تغيرت من واحد الحياه كنت انت وياها عايشين وداك الشيء. هذاك هو التغير اللي شفتي انت. اي هذاك هو التغير. علاش السي مصطفى قلت لك هي ما خصهاش تخليني يعني نزيد القدام؟ اه انا وحده ما نسيتها. اه واحد النهار جلستها قالت لي فلان. قلت لها نعم. قالت لي الطبيب راه قال لي خاصني كلوه. وتباع معايا السي مصطفى. اييه قالت لي الطبيب راه قال لي خاصني كلوه. انا وياها جالسين والله. اييه قلت لها قال لك الطبيب خاصك كلوه؟ قالت لي اه. قلت لها واش في شي وحده في خواتاتك ولا؟ قالت لي ها شكون غادي يعطيني انت؟ واش هما شي وحده غتعطيني شي كلوه؟ اه قلت لها شنو غادي ديري؟ قالت لي اه. قلت لها انا نعطيك كلوه. اه الله شهيد السي مصطفى. اييه لا اله الا هو.
قلت لها انا غنعطيك كلوه. اه بقات كتشوف، بقات كتشوف فيا، قالت لي شنو؟ قلت لها انا غنعطيك كلوه. اه اها قالت لي واش هادشي اللي كتهضر فيه بالصح؟ قلت لها، قلت لك غنعطيك كلوه، انا غنعطيك كلوه. اها بحكم هاد السنين هادو في السبيطار وليت حافظ اها الدواء ديالها، حافظ المشاكل ديالها، حافظ كلشي. قلت لها انا نعطيك كلوه. اييه قولي للطبيب، قولي للدكتور، قولي لي راه راجلي غيعطيني كلوه. وهي راه ما كاين من داكشي والو. قالت لي ما منوش، ما كاين والو. اييه ما كاين والو. اييه دابا هي كتحاول تقلق يعني تختبرك ولا شنو؟ بغات تختبرني الاولى. اها الثانيه بغات تجبد واحد مليون ونص هكا ولا جوج هكا. والله العظيم عندي سي مصطفى راه شي حوايج. قلت لها صافي شوفي لنا التحاليل. قالت لي ولكن الا بغيتي تعطيني الوراق خصنا تحاليل وخصنا. قلت لها ما عندناش المشكل. اييه سيري هضري مع الطبيب، غير نمشي عنده انايا عند الدكتور. نمشي عنده لان قلت لها الكلوه راه ماشي غير اجي وعطيك الوراق. تماما كيتصاوبوا الوراق فحوصات وتحاليل المحكمه الفحوصات وكيتصاوب الملف ديالك كيتحط يعني باش منين توقفي عليها ديك الساعه كنمشيو الامور مقاده. راه كيتصاوبوا الوراق على عام على ست شهور على اها. قالت لي واخا مشات شي سيمانه رجعت عندي. اها قالت لي راه خاصنا التحاليل شي مليون ونص، انت 7000 درهم وانا 8000 درهم. قلت لها ماشي مشكل. اييه قلت لها انا خسرت مليون ونص. قلت لها انا خسر 70 ولا 75 هكا بهذا اللفظ هذا. قالت لي صافي قطعت القارة سي مصطفى وليت نتبع دوك البرامج ديال مرض الكيلي و صافي. زعما راك مستعد؟ وليت يعني كنستعد نفسيا اييه وجسديا. اييه كاين واحد الجار عندنا هنايا كنت شفتو في دوزيم، كانت عطات عليه الام ديالو. اه مع حتى هو من المنطقه ديالنا. اه وكان غبر عليا ما بقيتش كنشوفو حتى شفتو في دوزيم. اه وانا لقاه راه كان عنده مصاب مرض الكلى وجات الام ديالو عطاتو كلوه. اييه وانا نسيبو، شديت نسيبو قلت له واش ولد اختك هو اللي داز في دوزيم دار كلوه؟ قال لي اييه. قلت له بغيت نهضر معاه. اها مشيت هضرت معاه يعني بديت كنستعد. اييه استعد، كان استعد يعني دايره في بالي غنعطيها كلوه ما فيهاش. اييه ماشي قلتها، ماشي انا قلتها غير على الفراغ. اييه لا قلتها بقناعه. اييه دازت شي شهرين جات عندي قالت لي شحال الفصيله ديال الدم ديالك؟ قلت لها الفصيله ديال الدم ديالها كي دايره كي دايره. جات غبرات عليا سيمانه عاوتاني الفصيله ديال الدم ديالك، راه قال لي ما يمكنش انت ناخذ لك الكلوه ديالك من بعد على الفصيله ديال الدم ديالها. قلت لها ديني عند الطبيب انايا، ديني عند الدكتور نهضر معاه بحال ديك النهار كانوا غايديروا ليك الدياليز. صدقوا عطاوك غير الدواء. ايوا اجي دابا خليني دابا انا وياك السي حميد هنا غادي نوقفوا انا وياك السي مصطفى وقيفه باش نشوفوا حنا وياك من بعد شنو كيفاش غادي يتحول التعامل، وباش من وراء هذاك الاستكمال البوح حنا غادي نخليو كاع جميع الساده المستمعين يدخلوا معنا ان شاء الله فيما يستقبل من الوقت ان شاء الله. وان شاء الله تعالى سي مصطفى بارك الله فيك. كنشكر المستمعين كاملين اللي كيهتموا بهذا البرنامج هذا. الله يحفظك. واللي عنده شي مشكل الله يفرج عليه. الله يبارك. ولكن توقع الاتصال ديالنا الامور ديالو كل واحد. الله يبارك فيك. توقع الاتصال ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله سي مصطفى ان شاء الله توقع الاتصال ديالنا كاملين لحنا كاسره برنامج ولا حتى المستمعين ان شاء الله اللي غيبقاو معاك واحد الحصه يعني مباشره معاك باش نقدروا ان شاء الله نتكلموا في هذا الامر هذا.